كل السلفية الأمر تجهل لن يحيى أصدر كلهم مفتدة الشيخ ما أظن الله وعلماء كلهم تحبك الشيخ ما أظن الله وشولهم حب السلفية وأهلا والمستريحين يتفرجون هذا خلاف تأثير شكار من كل أقطار الدنيا والله الذين يروح يتعلم يومين ثلاثة شهر شهرين يروح أقصى إلى روسيا وبيت وبيت وحيا وحيا السماء وبيت وكذا هذا دعوة بريطانيا سودان مصر تركيا كينيا ليبيا كل الدنيا مشحونين شحن ضد السلفي والسلفي ما نبي نحن صابرين من سبع سنوات تأثير الكتابة والشفاء ونحن نسمع صباح ينتظر تغيير هذا المسار الآن اضطر ويحيى أن يغير هذا الاتجاه وهذه الأساليب إذا مشى عليها ستكون فتنة لا نبي لها اكتب لها يا اكتب لها اكتب ايش؟ اكتب لها رسالة أعطيتكم الآن وقد ناصحكم أحيانا الناس حتستمر ساعتين ونص ولا يسمع ويعد ولا يبي بارك الله فيكم وسلامي لدولات ودولة نظيرة يعني إمام الثلاثين إمام الثلاثين وناصح الأمير والله دعوة المشايخ بالباب والألباب من أحد العالم أشيخ ما أظن هذا التصوير جلد؟ يعني لو يكون هناك يعني مناظرات ورسالات ونسمع ونصحون ونقبلون ونستشفون لا والله ننصحها إيش والله أنه مواقف الرجال قلت أضر الناس لا أنه الدعوة السلمية والله ننصحها لا أحد أضر من يحيى دم الجيل الوحيدة كل المدارس تحت الأقدام مثيل ودمك يا أخي عندنا مدارس ومدارس كبيرة تجاري إذا أخذت مجموعة بالحلوف المؤلمة كلهم على مدى السلفية يدعون السلفية ويأخذون عنها كلهم تحت الأقدام في المملكة في اليمن في الجزائر في كل مكان كل شيء تحت الأقدام ولا أحد يقول له عنه آمين 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 هذه هي طبيعة سلفية ولا هذه سلفية لا أحسن الله إليكم يقول السائل إذا كنت أخيرا يشاع عنكم حفظه الله تعالى أنكم تفرقتم الحجوري أو تفرقتم فهل هذا صحيح وما هو قولكم فيه إذا كنت أخيرا هذا قول باطل ليس بصحيح أهل السنة لا يكفرون المسلمين هذا الأمر من أعمال الرواتب الذين يكفرون المسلمين ومن معتقد الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة أما أهل السنة ما يكفرون بالكبيرة الحجوري لم نقل يوما من الأيام أنه كافر معاذ الله وإنما قلنا بأنه مبتدع ابتدع في دين الله ما ليس منه شرع تشريعات ما أنزل الله بها من سلطان ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء فهو ابتدع في الدين بدعا كثيرة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر إذا اختلف مع شخص في مسألة اجتهادية في مثل فلان الشيخ عبد الرحمن العدني هل هو حزبي أم لا هو يقول بأنه حزبي وبقية المشايخ من أهل السنة والجماعة قالوا بل هو سني وليس بحزبي فانظروا ماذا فعل مع المشايخ
بدع وضلل وفسق وقاطع وهجر وأمر طلابه بالهجر وأنزل الملازم الكثيرة والأشرطة الكثيرة. نقول له يا هذا هذه مسألة اجتهادية ما هي نصية، ما في واحد ينزل أنها فلان حزبي، أنت اجتهدت هذا إذا أحسن لك الظن أنك قلت هذا عن اجتهاد، إن لم تكن قلته عن هوى. لنفرض أنك اجتهدت وغيرك اجتهد قال الله حزبي، المسائل الاجتهادية ما يجوز التضليل فيها والتبديع والتحزيب والتفسيق والتفجير أنهم فجرة أنهم فسقة وأنهم مكرة وأنهم خونة، مسألة اجتهادية واستعدالك. فهو شرع هذه البدعة الخبيثة الهجر والمقاطعة والمدابرة وعدم السلام والكلام ولو كان لسنين طويلة من أجل مسألة اجتهادية، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه البدعة التي هي بدعة ضلالة وتعتبر من الكبائر أنه ضل. لو فعل هذا العلماء، لو فعل هذا السلف الصالح، لو فعل هذا الأئمة الأربعة، ما بقي المودة بين مسلمين، هذا يرى كذا وهذا يرى خلاف ذلك، مقاطعة مهاجرة، لم تبقى مودة بين اثنين. لهذا قلنا بأنها بدعة. وأيضا من البدع التي ارتكبها إلزامه للآخرين بتقليده، الذي لا يقول بقوله في هذه المسألة فهو مهجور ومطرود وهو مريض. اتق الله، ما يجوز أن تلزم الناس بتقليدك، أنت ما أنت نبي ولا أنت ملك معصوم ولا يوحى إليك، أنت بشر، إلزامك للناس بتقليدك وإيش موقفك وأنت يا فلان ما موقفك، يعني إذا لم تقل بقوله وإلا فأنت مطرود ومهجور وأنت مريض، هذا في إلزام للناس في التقليد. وأنت تعرف موقف الشيخ مقبل رحمة الله عليه أنه كان يحذر من التقليد من تقليده، وأنت تلزم الناس بتقليدك حتى تريد أن تلزم المشايخ إذا لم يقولوا بقولك، فهذه بدعة في الدين، الإلزام إلزام الناس بالتقليد. وأيضا الهجر على مسائل اجتهادية، هاتان بدعتان من بدع كثيرة. هذا الذي قلناه من باب الدين النصيحة، ويقول الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. معاذ الله أن نحكم الهوى كما فعل هو في تحكيمه للهوى، وإنما نقول ما نرى أنه يقربنا إلى الله عز وجل وأنه من الدين والدين النصيحة. ولأن هذه البدعة الضلالة بدعة الهجر على المسائل الاجتهادية، إذا انتهجها طلابه كانوا على خطر عظيم، على خطر عظيم في الدنيا وفي الآخرة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وهكذا أيضا بدعة إلزام الناس بتقليده، هذه بدعة ضلالة ما أنزل الله بها من سلطان. إن الله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضى. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى نبينا محمد وعلى آله وسلم. هل يا شيخ تغير شيء منكم اتجاه يحيى الحجوري أم الأمر ما زال؟ لا، لم يتغير شيء ولا أملك التغير أبدا، أنا على ما قلت فيه، لأن عندنا الأدلة على ما ركبه من البدع
والضلالات. من ذلك قوله الصحابة شاركوا في قتل عثمان، وقوله أهل بدر عصوا الله 3 مرات، وقوله أول ما دخل الإرجاء دخل جعل الصحابة، وذكر قصة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حين قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه أتقاتل من قال لا إله إلا الله، وذكر الحديث وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال عمر رضي الله عنه فما رأيت إلا أن شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. أقول وقد أجمع الصحابة على ما عزم عليه الخليفة الراشد الأول أبو بكر رضي الله عنه صديق هذه الأمة وإمامها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ولا غير ذلك. نعم الكثيرة. نعم يعني جرى اتصال بينه وبين مشايخنا الكبار، هذا لا يغير شيء؟ لا أبدا، أنا لا أقبله ولا أثني عليه خيرا، لأن ما قلته فيه أولا مبني على الدليل الذي لا يقبل التأويل ثابت، وثانيا هذا دين لا أنا ولا غيري يملك الصلح فيه، فلا يثنى عليه خير حتى يتوب من جميع ما نقل عنه وثبت عنه توبة منشورة تفصيلية. نعم جزاكم الله خيرا يا شيخ. قلتم شيخنا في جواب لكم ولهذا أنا لا أنصح بالقدوم على مركز دماج إلا إذا غاب يحيى وخلف الشيخ مقبل رجل يحسن تقرير الإسلام والسنة عاقل ورع تقي محقق، أو إذا وجد الآن رجل متحرر لا يخضع ليحيى وهذا معدوم الآن انتهى. هل يفهم من كلامك أنه لا يوجد في اليمن من يوثق بعلمه وفضله؟ وهذا من التحريف المعنوي. أنا لم أعمم، كلامي ينصب على دماج، مركز دماج، وعلى القائم عليه وهو يحيى ابن علي الحجوري الموري ثم الدماجي أخيرا، وليس كلامي على أهل اليمن. نعم، فتحذيري مقيد وليس مطلقا، فهو يتضمن شطرين. الشطر الأول أني لا أنصح بالقدوم على مركز دماج ما دام الحجور قائما عليه، فإنه حوله من مركز سنة إلى مركز بدع ومحدثات ووقاحات، ومن من أواخر بواقعه قوله إن الصحابة شاركوا في قتل عثمان، ومنها قوله إن أهل بدر عصوا الله معصيتين، إلى ما لا يحصى من البواقع والبواطيل التي تدل على أحد أمرين: إما أن الرجل دسيسة على أهل السنة ولم تجد هذه الدسيسة ولا من يؤزها إلا بعد موت الشيخ مقبل رحمه الله، الثاني الجهل وإن كان يدعي أنه من أهل الحديث، ولكن الحديث يجب استعماله على وفق فهم السلف الصالح، فوإن كان يحفظ الحديث قد يحفظ أسانيده ويعرف علله، إلا أنه لم يستعمل الحديث فهو رجل بذيء فحاش طعان كذاب. ويزيد السامع والقارئ وضوحا إذا قرأ البيان الفوري بجزئه. نعم، الشطر الأول أنه لا يقدم على
مركز دماج، وفي الحقيقة ما هو مركز دماج، مركز يحيى، إلا رجل متحري يأخذ أشياء ولا يتابع يحيى على شطحاته وبواقعه وبواطنه. يعني في اليمن هناك أفاضل إن شاء الله؟ نعم نعم، يوجد منهم أفاضل والله الحمد، لكنهم ليسوا في مركز دماج، بل وفي مركز دماج وناس مساكين لا مأوى لهم. نعم، فهم مضطرون إلى الإقامة، وهم كارهون على تقريرات يحيى الكاسدة وأصوله الفاسدة. جزاكم الله خيرا وبارك فيك. ما رأيكم في من يقول أن تجريح الشيخ عبيد الجابري ليحيى الحجوري مبني على الخصومة التي وقعت بينه وبين هذا الأخير، لهذا لا يعتد بمثل هذا الجرح، لأن السلف لم يكونوا يعتدون بما يقع بين الأقران من تجريح بعضهم البعض؟ أظن أن هذا من إجمالات الحلبي يحيى آل الحلبي علي ابن حسن، ومن يرى رأيه فهذه ليست مطلقة، فإن من جاء بدليل لا يحتمل التأويل على أن فلانا من الناس مجروح أقام البينة على جرحه فإنه مقبول، سواء كانت بينهما خصومة أو لا. ومن خبر الحال من مدة سنوات سمع مني تزكيات الحجوري والثناء عليه، وكذلك الثناء منه علي، لكن لما ظهرت بواقع وبواطلة التي لم يسلم منها حتى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتناه وأبعدناه، فنحن لا نقرب الناس أو نبعدهم لمنافع مالية أو اجتماعية أو شخصية، وإنما عندنا السنة، فمن أظهر محبتها ومحبة أهلها والذب عنها والذب عن أهلها وتعليمها الناس أحببنا، فإذا ظهر منه خلاف ذلك مع عناده وإصراره فإنا نمقته ونعامله بما يستحق ونلفظه ونرفضه. فكنا نقرب الحلبي ويعلم الله دافعنا عنه، فلما لجلج وأصبح يدني أهل البدع والمحدثات ويدافع عنهم دفاعا مستميتا، قلنا فيه ما ندين الله به. نعم، وهكذا الحجوري. نعم، يعني كلمة خصومة لم تكن هناك يا شيخ على من؟ يعني الخصومة في ماذا؟ منبع الخصومة ما هو؟ هذا يذكرون في ذهابكم إلى اليمن وكان. لا أبدا، ما كانت منبع خصومة، كان كل منا يثني على الآخر. نعم، لكن الرجل يعني تكلم أولا في الجامعة الإسلامية حرسها الله كلاما سيئا، وصل إلى تحريم الدراسة فيها وأنها حزبية بحتة، فأنا رددت عليه في هذا، رد علي، ثم بعد ذلك بلغتنا عنه كلمات فاحشة، فحش ووقاحة. نعم، فحذرنا منه ومن بدعه، هذه الخصومة. فالمنصف
يستبين له أنها خصومة في الدين ليست في الأشخاص، خصومة في السنة. وإنما كلام الأقران لا يقبل في الأمور الشخصية. نعم، كما كان بين الإمام مالك وابن إسحاق رحمة الله على الجميع، كانت بينهما ملاحات، فكان ابن إسحاق يقول ائتوني بكتب مالك فأنا بيطارها، يعني شرحها واظهر عيوبها. وكان فقال الإمام مالك هذا دجال من الدجاجلة. نعم، فلم يكن يعني يقول أحدهما إن هذا مبتدع ضال، لا. نعم، فالخصومات الشخصية هي التي لا تقبل، تحتاج إلى حكم. نعم، لكن البدع والمحدثات الظاهرة في دين الله عز وجل، سواء كانت في العبادة العبادات العملية العلمية وهي العقائد، أو العبادات العملية أو في المنهج، فقد أبنى ضلالات الحجور فيها. الرجل، وقد ذكرت في بعض المواطن أن نشأته ليست علمية، نشأة الحجور سوقية، لأنه كان يعمل في المملكة العربية السعودية أعمالا، كان يعمل حرفيا، فرواية تقول أنه كان يعمل في ورشة سيارات، ورواية تقول أنه يعمل في محلات رخيصة السعر يسمونها كل شيء بريالين أو كل شيء بخمسة ريال وهكذا. لكن لما حدثت حرب الخليج الثانية ودعت الحكومة اليمنية رعاياها من السعودية إلى العودة، عاد ضمن من عاد، فحضر إلى مركز دماج، وقد طرده الشيخ مقبل رحمه الله، حدثت منه تصرفات جعلت الشيخ يطرده، فتوسط له بالبقاء أخونا الشيخ عبد الرحمن ابن عمر ابن مرعي، توسط له فأصلح بينهما، واستعطف الشيخ مقبل على أن يبقى يحيى الحجوري، فبقي حتى مات الشيخ وجعله وصيا، يعني جعله على المركز. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. بالنسبة لعبد الله بن عبد الرحيم البخاري، قرأنا في ترجمته أنكم من شيوخه، فماذا تعرفون عن هذا الشيخ الفاضل وعن مكانته العلمية؟ لأن سمعنا من يتنقص ويقول أنه من طلبة العلم الصغار. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله صحبه. صدق من قال إنه من تلاميذتنا وأننا من مشايخه، هذا أولا. وثانيا، الأخ الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري زاده الله سدادا في الأقوال والأعمال، ذو علم غزير وفقه، وهو مسدد يكتبه ضد المقالات الفاسدة والأصول الكاسدة التي تفوه بها إبراهيم بن عامر الجحيري وغيره ممن هم محسوبون على السلفية وينتسبون إليها. وقد عرفته من سنين، أظنها 15 سنة، تزيد قليلا أو تنقص قليلا، فلعلها أكثر. نعم، تذكرت أن اتصاله بنا
أكثر من 20 سنة، ولعلها بدأت قبل حرب الخليج الثانية أو بعدها بقليل، ولا يزال على اتصال بك، فيجب الاستفادة منه إذا حل في ذلكم. لما أقول ذلك لما عرفته من علمه الواسع وفقهه واتقه الله. وثالثا، من يتنقصه هم إما من أتباع الحجوري الضال المبتدع الأحمق السبيل، أو من أتباع الحلبي المبتدع الضال الذي يطوع قواعد الشرع ومصطلحات أهل الشرع للسياسة، أو أتباع الدكتور إبراهيم الحيلي عفى الله عنا وعنه. هذا ما أقوله الآن باختصار، ولا أزيد على ذلك لأنني متهم بهذه الكلمات. أنا فكيف لو زدت ما أعرفه عن ابننا وصاحبنا وتلميذنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري. نعم، أبناه عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري ليلة السبت 9 من شهر صفر عام 34 و1400 الموافق ليلة الثاني 20 من سبتمبر كانون الثاني 12 و2000. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم شيخنا، بارك الله فيكم، حياك الله شيخنا. ولا يزال اليوم بعض متربعين على مراكز دعوة، طبعا ليست حكومية، لا، مراكز دعوة في بعض الأقطار المجاورة، يقول لا نكفر الرافضة، وآخر يقول من سب الصحابة كلهم لا نكفره إلا إذا قصد الطعن في الدين. عجيب، هذا ليس من الطعن في الدين، يا مسكين مغفل، هذا مجنون أعطي عصا فصار يضرب بها ذات اليمين وذات الشمال، لا يبالي، يضرب رجلا امرأة شيخ كبير، يضرب أي شيء، لا تهم، لأنه مجنون، هذا جاهل. أظن أن شيخه رحمه الله لو كان حيا ما ولاه حظيرة غنم، فكيف يجلس متربعا على مركز يأمر وينهى ويقرر السنة؟ حق هذا أن يستتاب، فإن تاب ولو ضربت عنقه، لأنه خالف الكتاب والسنة والإجماع. هذه الأدلة كلها متواثرة على وجوب توقير الصحابة رضي الله عنهم والترضي عنهم والترحم عليهم. ثم هذه القاعدة من تلقاء نفسه، من أين أتى بها؟ الحكم على الظاهر ليس على ما خفي من النية، فمن أظهر حسنا من قول أو فعل أثني عليه به، قيل هذا صدق، هذا شيء حسن جميل، ومن أظهر خلاف ذلك رد عليه ما أظهره من سيء الأقوال والأفعال. ماذا؟ سؤال عن الكلام في الحجوري، ما الذي بيننا؟ ما بيننا وبينه شيء، بيننا وبينه الذي سمعتم، ما بيني وبينه أي خصومة، لكن زادت وقيعته في علماء السنة هو وطلبته، وتجاوز الحد وما سلم منه أحد، ولم يقع بيني وبينه أي شيء، لا في عرض ولا مال حتى أتكلم، فسئلت عنه
فقلت هو سفيه. وماذا تذهبون إلى دماج تتعلمون عنده السفه؟ وهو كالشيخ فالح أو أشد. ثلاث كلمات قلتها أنا، والأدلة قائمة عليها، يسب علماء السنة رؤوس الدعوة السلفية في مجلسه بالقصائد وهو يثني على هؤلاء السبابين. فنحن نعوذ بالله من الحور بعد الكور، ونسأل الله جل وعلا السلام والعافية. معهد دماج فتح لتعليم السنة لا لسب علماء السنة ومشايخ السنة وشتمهم والوقيعة فيهم، والآن تحول إلى هذا. القصائد تلقى في سب مشايخ السنة أعلام السنة، ماذا يقال في هذا؟ إذا كان هذا ما هو سفة فلا أدري ما هو السفة. فنحن نسأل الله العافية والسلام، وليقولوا ما قالوا وليقولوا ما شاءوا، فلا يضرنا ذلك. ونحن مأمورون بأن نقول بالحق وأن نتكلم بكلمة الحق. غضب من غضب ورضي من رضي، وليس بيني كما قلت لكم وبين الشيخ يحيى الحجوري أي خصومة مسبقة أبدا، ولكن لما انتهى إلى هذا الحد قلت بالذي أعتقده وأدين الله جل وعلا به. وعلى كل حال لا نزيد على هذا الذي ذكرته، والسؤال قد كثر عنه، وأنا أقوله الآن وأعلم أنه يسجل وليسجل، لأنهم قد جاءوني في مسجدي في المدينة وقلت لهم هذا الكلام صحيح، ولست بالذي يتهرب. وأما الغلو فيه فحدث عنه ولا حرج. إمام الثقلين ولو مسحت نعله إلى مدري متى ما أوفي حقه. وخذ من هذا الكلام الذي تتقزز له المسامع، ولو ذوبوه لصار لحمه سنة ولكان آيات الكتاب الباقي إلى غير ذلك. والعجيب أنهم يقولون إنكم تسمعون من الوشاة، نحن سمعنا هذا مسجلا لأصوات هؤلاء المتكلمين وقرأناه في بعض الكتب التي طبعت، وخصوصا هذا الكتاب الذي كتبه الحجوري عبد الحميد في الخيانة الدعوية، هذه القصائد موجودة فيه. الشيخ ربيع مؤخرا يسب بقصيدة ويقول للساب بارك الله فيك، واخذ من هذا. ماذا يقال بالله عن مثل هذا؟ إذا لم يكن هذا هو السفه أنا لا أعرف سفها. فنحن نسأل الله العافية والسلام، ولن نجاري نحن أيضا في السفه. وأقف عند هذا الحد لا خوفا ولا عجزا، ولكن لأنه لا يليق بنا أن نجاري نحن في السفه، وإنما ذكرته لكم لتعلموا بعضه فقط. ووالله مثل هذا الكلام العاقل النبيل ذو الشيمة والعفة يعف لسانه عنه، ولكن أحيانا تضطر إلى حكايته اضطرارا، فأنا أحكيه أو أحكي بعضه لكم لتعلموا سبب هذه الكلمات الثلاث التي قلتها. ونسأل الله جل وعلا السلامة من الزلل في القول والعمل، كما نسأله جل وعلا الهداية والتوفيق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بالله اسمعوا إخوتي اسمعوا. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ذكرت رموز الدعوة في هذا العصر، ابن باز وابن عثيمين والألباني، ولم تذكر الشيخ مقبل الوادي رحمه الله. طبعا ما قال رحمه الله، وأنا أقول رحمه الله جميعا. ألم يكن الشيخ صاحب الفضل بعد الله في السنة في اليمن، أو ظهور السنة في اليمن، أو نشر السنة في اليمن؟ يا إخوتي، أنا ذكرت لكم كلامي وقلت لكم دائما يعلقون على من؟ على هؤلاء الثلاثة. الآن هل معنى هذا أني لا أعد مقبلا رحمه الله؟ أنتم تسمعون وقلت لكم في كلامي يعلقون دائما، وهذا الذي نراه، قال ابن باز، قال الألباني، قال ابن عثيمين، قال ابن باز، قال الألباني، قال ابن عثيمين، قال ابن باز، قال الألباني، قال ابن عثيمين. فأنا الآن أتكلم على قولهم وفعلهم، ولا هذا قولي أنا؟ أنا أتكلم على قولهم وفعلهم. فسبحان الله، إذا كان في النفس شيء يظهر، والذي أطلبه أن تحاكموني إلى صريح عبارتي أو فعلي إذا رأيتموه منحرفا، فقد أدلس عليكم في عبارتي، انظروا إلى أفعالي. فهذا الأخ كان يجب عليه أن يحسن الظن بنا، وأقول بهذه المناسبة لا يشك سلفي وسني في أن الله تبارك وتعالى أحيا مذهب أهل السنة والجماعة ونشره في بلاد اليمن على يد هذا الرجل، وأنه في عمله ليس شخصا واحدا، مؤسسات. فرحمه الله، وما ذلك إلا بسبب الإخلاص. فلتقر عينا أخي الكاتب، ولتحسن الظن بأخيك. هذا الشيء. الشيء الآخر، ما دام وقد جاء هذا السؤال، الشيء بالشيء يذكر، أنا بلغني الآن في الشبكة أن محمد بن هادي يقول مقبل جهيماني، فض الله فالكذابين أفواه الكاذبين. والله لو أردت أن أقول هذا الكلام ما أنا بالجبان أقوله الآن وقد مات، ما أقوله إلا في حياتي وهو بشر لن يصيبني بشيء، فكيف بي الآن بعدما مات أقول هذا الكلام؟ هذا أولا. وثانيا، إذا حصل تكهرب فالماس قريب وبعده الاحتراق، أنا أعرف هذا الكلام من أين جاء، من مركز دماج، وقالوا لي، ولكني والله لم أره أنه كتبت علي ردود كثيرة، وما همني ذلك. هذا شيء آخر. وشيء ثالث يجب أن تعنهوه، ولعلكم سمعتم به عني، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، وأنا محمد بن هادي عرفتموني من سنين، والذي لا يزال طريا في عوده وشابا في سنه عرفني قريبا، ما أحب التلون ولا الروغان. سئلت عن يحيى الحجوري فقلت فيه ما قلت، فتردد الكلام وشاع وذاع، فصار ما صار. فكان كل يوم يأتيني مجموعة أو أفراد، هل قلت هل قلت هل قلت؟ فقل نعم، سجل. قلت والله لست بالخائف، ولكن أريد أن أكسر هذه القاعدة، وهي لا بد أسمع أنا بنفسي، أنا أبغى أخبار الثقات تنشأ،
شفت ولا لا؟ سئلت بعد ذلك في جزاء نعم أنا قلت في يحيى الحجوري إنه رجل سفيه وما عنده إلا السفه والسب والشتم، وماذا يذهب إلى دماج يستفاد منه الآن من يحيى إلا السب والسفه والشتم؟ هذا قلت له هذا، وقلت هو مثل فالح بل أشد، وفي بعض الألفاظ أو أشد بعض المرات بل وأو، فأو هنا بمعنى بل، كما قال الشاعر كانوا 80 أو زادوا 8 لم أحصي عدتهم إلا بعدادي، يعني بلدادي، هل معناه ما يعرف أولاده؟ لا، فأو هنا بمعنى بل. فالشاهد قلت هذه العبارات الأربع وأدلتها عندي ولست بالخائف من ذلك. فجاء بعد ذلك الكلام الذي جاء ولا يضيرني، فليقل ما شاء هو وغيره، والسفه لا يمكن أن أجاريه بالسفه، يكفيه أن أصفه به، وصوته مسموع. علماء السنة في مركز دمات الآن القصائد فيهم يسبون، هل هذا في عهد مقبل رحمه الله؟ هذه الكلمة خذوها، الآن قلت هل هذا في عهد مقبل؟ قبل قليل كم كررنا الألباني ابن باز، الألباني ابن باز بن عثيمين، صح ولا لا؟ قالوا لماذا لا تقول الشيخ مقبل؟ أنت في نفسك شيخ. احنا نقول قال مالك، قال أبو حنيفة، قال أبو بكر، قال عمر، صح ولا لا؟ ما أحد قال لنا ليش ما تقولون قال الشيخ أحمد، ليش ما تقولون قال الإمام أحمد، ما أحد فهم هذا التنقص منا إلا الصوفية، حينما تقول قال أبو بكر قال لك ليش ما تقول سيدنا أبو بكر، ليش ما تقول سيدنا عمر، ليش ما تقول سيدنا حمزة، وهكذا. سبحان الله، القلوب إذا مرضت تتمحل وتتمحل. فذهب هؤلاء بهذا الكلام إليهم وقالوا ما قالوا وزادوا وتكلموا بما تكلموا وتكلم يحيى الحجوري وإلى آخره. الآن يا إخوة، هل دعوة مقبل في اليمن يحيى الحجوري؟ هذا الظلم. فين بقية الدعاة؟ فين بقية طلاب الشيخ مقبل؟ أين هم؟ هذا يعني الآن إساءة حقيقة. ما عند مقبل إلا يحيى الحجوري. سبحان الله، سبحان الله العظيم. فانتقلوا وقالوا يطعن في الشيخ مقبل، لأنهم أرادوا أن يرفعوا خسيسة يحيى على محمد بن هادي، لأنه أصلا هو يطعن في مقبل، ما طعن في يحيى إلا تبعه. فأقول له أطرق كرى، أطرق كرى، أطرق كرى، لست مقبل وليس علي حسن الألباني، هؤلاء قمم شامخة، فليعلم هؤلاء أن مثل هذا لا يروج. ومن عرف محمد بن هادي يعرف إن شاء الله صدقه، وأنا لا أخف إلا الله جل وعلا. هذا باب. الباب الثاني فيه مجموعة في هذا الموقع الذي يكتب فيه باسم دار الحديث في دماج، جهله جهلا مركبا وكذابين، جهله جهلا مركبا وكذابين. أما الجهل المركب فهو الذي لا الجاهل جهلا مركبا فهو الذي لا يدري،
ولا يدري أنه لا يدري، جاهل ويجهل أنه جاهل. وللأسف يحيى الحجوري يؤيده في كتاباته، لأنه لا يعرف لغة العلم حقيقة. فإن المباني أوعية المعاني، وسأذكر لكم واحدا من هؤلاء أنا لا أعرفه ولا سمعت به إلا قبل أيام، من سموه بالسوري، هكذا كتب في الضبط. فهذا أنا ما رأيت أجهل ولا أكذب منه، فاسمحوا لي على الشدة هذه. قال: الجدار للوتد، لما تشقني؟ قال: سل من يدقني. رأيت له مقالا جاءوني به، كتابة في الرد على الانتخابي محمد بن هادي. أنا انتخابي، فنقل لي فتوى، والحمد لله أنه نقلها بحذافيرها، وهي أنني سئلت عن الانتخابات، فقلت، وأنا الآن ما أضبط كلامي الأول بالحرف لكن لن أخرج إن شاء الله عنه، قلت: هذه الانتخابات ليست من الإسلام. هذا شيء. الشيء الآخر: يصوت فيها المسلم والكافر في بلاد الكفار. الشيء الثالث: يدخل فيها من ليس أهلا، لا تعني، وإذا وجدت في بلاد مسلمة وفيها أقلية كافرة يدخل فيها الكافر والرجل والمرأة إلى آخره. ثم شيء رابع قلت: وصاحبها بعد هذا المنتقب يأتي ويقسم ويحلف على السمع، يلتزم بالدستور، الالتزام بالدستور. ثم قلت بعد ذلك، يعني مرحلة خامسة، قلت: فهي حرام، حرام، لا تجوز، حرام بالصراحة. ثم قلت: لكن بعض علمائنا رحم الله من مات منه وحفظ ووفق من بقي، أفتى بأنها تجوز في حال الضرورة، حال الاضطرار، إذا وجد كافر أو من هو متلبس يتظاهر ولكن يحارب الإسلام، ففي هذه الحالة قالوا يجوز الانتخاب ألا يأتي هذا من باب الضرورة، هكذا. وكررت أكدت هذا، فأباحوها ضرورة ولم يبيحوها مطلقا. هذا كلامي نقله هو برمته. فأنا أسألكم بالله عليكم، الذي يقول هذه المقالة على هذا النحو وأنا أقول لا تعجل، لكن أجيبوني بالتقي، قولوا إن كنت صادقا يا محمد بن هادي أنك قلت ما ذكرته لنا ولا تقلق، فأنت كذا، وإن لم تكن صادقا فلست كذا. هل الذي يقول هذه المقالة على هذا النحو يكون أجاب الانتخابات يا ناس؟ أسألكم بالله، هذا المخذول الكذاب نقل هذا الكلام كله وأنا لا أزال معه انتخابي. عجبت؟ وأيده السفير يحيى الحجوري، فقلت: لا هو يعرف العلم ولا شيخه يعرف لغة العلم، فالعالم حينما يقول اختلف العلماء كذا وكذا وكذا ويسكت، هل نسب إلى نفسه قولا؟ فإذا قال أنا أقول كذا وقال آخرون كذا، هل معناه أنه نقض القول الذي قال به؟ لكن يا إخوتي، هؤلاء ليسوا حتى طلاب علم، والله ما عرفوا أبجديات العلم، وإنما أفسد الدعوة أمثال هؤلاء وتشييخ مثل هؤلاء. وصدق من قال: تصدر للتدريس كل مهوس دليل يسمى بالفقيه المدرس. فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم قيل في كل مجلس
لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سأمها كل مفلس. للأسف للأسف إخوتي، ما هو كل من سمع الحديث 10 أحاديث 20 حديث بل قرأ البخاري قراية بركة وغيره ومشى صار فقيها، صار طالب علم. الفقه باب، والسماع والنقل والحمل باب. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، واللي ما يعقل النصوص ولا يعرف اللغة لغة العلم هذا ليس بعالم ولا طالب علم. وبعد، إن الفقه خير مقتنى والعلم أولى ما به العبد اعتنى، والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حظ عليه الله والرسول جمل شروحها تطول، من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الأمر الذي لا يعقل. هؤلاء لا يفقهون العبارات ولا يعرفون، لو قرأ في من المختصر من المختصرات في كتب الخلاف لرأى أن العالم إذا حكى المسألة وسكت يقولون أطلق الأقوال، وإذا اختار قالوا اختار، وإذا رجح قالوا رجح. ومن أمثل الأمثلة وأشهرها بين يدي طلاب العلم الآن بعد انتشار السنة والحديث كتاب ابن المنذر، يقول بعدما يحكي إذا اختار قالوا وكذا 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 وبه أقول. هذا يكون طالبه. أما شخص يقول لك كذا وكذا وكذا ويقول في الأخير حرام، وتجي حينما يقول وقال بعض علمائنا يقول هذا انتخابي، أنا كذب ولا لا؟ أنا أسألك بالقيد الذي ذكرت، قولوا إن كان كما قلت، فأنا أسألكم هل هذا الكلام يصح؟ سبحان الله العظيم. هذا باب. ثم اسمعوا بعد ذلك، قال والذين قالوا بجوازها بعض العلماء وهي زلة عالم وقد رد عليهم وانتهى خلاص. تدرون من هم الذين قالوا بها؟ أئمة العصر، ابن باز والألباني. هذا حين احنا ما قلنا الشيخ بس كفتنا بالكلمة الأولى، عند هؤلاء ما نحترمه. ابن باز والألباني وابن عثيمين عبد الرزاق عفيفي والغديان والشيخ أحمد شافعي وغير هؤلاء. أما أستحضر لكن هؤلاء بعضهم، بل الشيخ مقبل رحمه الله اتصل بالشيخ الألباني وناقشوا في هذا وقال له أنت كيف تبيح الانتخابات؟ قال أنا ما أجزتها، أنا قلت في الضرورة. فسكت الشيخ مقبل. تدرون لماذا؟ لأنه يفقه الخطاب ويعرف ويفهم الجواب، شيخ عالم. والذي لا يفهم الخطاب ولا يحسن رد الجواب هذا لا يفهم الحجة، وقد أجمع العلماء على أنه لا ينبغي أن يخاطب بها لأنه لو تعطيه إياه ما يعرفها. فهؤلاء هم العلماء الذين قال عنهم زلة عالم، ما شاء الله. وحضرتك من؟ إذا كان هؤلاء العلماء زلة عالم رد عليهم وانتهى. فيا ناس، يا إخوتي وأبنائي، هؤلاء ناس متسلقين في شجرة اسمها السلك، اسمها السلك، لا تاقلها، ضعيفة، ما تقوم إلا على العريش، إذا جعل لها عريش طالت وارتفعت حتى تصل إلى السماء. فهؤلاء مثلهم مثل هؤلاء، ما رفعهم علمهم ولا فقه ولا فقه ولا معرفة ولا فهم، وإنما أووا إلى هذه المجالس وانتسبوا إليها وظنوا أن الانتساب كافي. فهؤلاء هم ضرر على الدعوة السلفية وشر على الدعوة السلفية. فنسأل الله العافية والسلامة، ولعلي أختم بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وليقولوا ما قالوا فوالله لا أرد عليهم بعد ذلك. سائل يسأل ويقول ما نصيحتكم في قضية يحيى الحجوري؟ فإن لنا في لندن شباب يدافعون عنه ويتبعونه، أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذه المسألة قد تكلمنا عليها من قديم، والذين يدافعون عن هذا الرجل
أحد شخصين، إما أنه يجهل ما عنده ولا يدري ما عنده من انحرافات وضلالات فيعرف، إذا كان يبحث عن الحق يعرف بالتي هي أحسن لعله يرجع إن شاء الله، وإما شخص يعرف ما عنده من بلايا وخزايا وضلالات وانحرافات فهذا يأخذ حكمه ويلحق به، نسأل الله السلامة والعافية. وإلا فإن الرجل قد تكلمنا ورددنا عليه من قديم ومن حديث، فلا أدري الأمور التي وقع فيها هذا الشخص المجموعة فيه، لو أنها فرقت على أفراد لبدع الواحد منهم بواحدة كيف وقد اجتمعت فيه. ومن ذلك دعواه وافتياته على مقام النبوة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يخطئ في وسائل الدعوة، ورميه للنبي عليه الصلاة والسلام بهذه الموبقة، بل وقوله بأمر أعظم حين أذن بنشر رسالة فيها التقرير، بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل قوله إلا بدليل. أي دليل تريد أيها القبيح عندما تطلب من رسول الله الدليل؟ أما نقول الكتاب والسنة؟ أي سنة هذه؟ سنة من؟ أما سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أليس الله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر؟ يقول الحسن البصري رحمه الله كما عند ابن أبي حاتم في الزهد، كانوا يقولون إنا يا رسول الله إنا نحب الله، فأراد الله أن يجعل لحبهم إياه علامة فأنزل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثم هذا يقول أن قول رسول الله يحتاج إلى دليل، لا يقول إلا بدليل، وأن الصحابة رضي الله بعد أول من قال بالإرجاع عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، وأن من الصحابة من شارك في قتل عثمان كذب وفجر وألقم الحجر، ولا يفرق بين محمد بن أبي بكر الصديق قال هو صحابي ولا تابعي، ولا تصح نسبة هذا القول إليه، أعني إلى محمد وأنه شارك في قتل عثمان رضي الله عنه، بلايا وخزايا كثيرة بارك الله فيكم، ومسائل ومسائل. ثم بعد هذا يتذرع أناس، طعونه في أهل السنة، افتياته على أهل السنة، جهله في الحديث الذي يتصدر فيه، عندما يقول إن الحديث قد رأوا أخرجه عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، هل هذا كتاب عزو أصلا حتى تعزو إليه تقول عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد لا يعرف معنى التخريج؟ بارك الله فيكم. ثم هذه الأشياء والأشياء تطاولت وتطاولت، أيما رجل عقد الولاء والبراء على أقواله غلب ليس له نظير، أثروا في الدعوة في كل مكان، من لم يقل بقول يحيى إذن قوله باطل، إذن هو حزبي، إذن هو كذا، عقدوا ألوية الولاء والبراء على مقالته وعلى قوله، هذا هو الابتداع في دين الله. فرقوا الأمة الإسلامية السلفية في كل مكان، وأنتم ترون وتنظرون وتسمعون في بلدانكم، ونحن يأتينا من كل مكان الطلبة قالوا كذا، يمشي بعضهم شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو كم يبقى هناك أياما وليالي يسيرة ثم يرجع إلى بلدي في موسكو، يتصلون علينا من موسكو، إخوة حضروا أياما هناك ثم رجعوا مذكرات، عبيد حزبي، فلان حدا عبد الرحمن عدني حزبي، فلان حزبي. أنت تتكلم عن الاتحاد السوفيتي السابق، أناس لا تعرفوا ممكن كيف تعبد الله، ولم تنطق بعضها بالشهادة، توزع إليها مذكرة فلان حزبي فلان حزبي فلان كذا فلان كذا، هل هذا من دين الله؟ تفرق الناس وتمزقهم على أمور وضلالات وانحرافات وافتياتات وكذب، صراح مثل الشمس في رافعة النهار، رأينا هذا في اندونيسيا، كتابات عندي إلى الآن كتب ومغلفة مطبوعة في المطابع
بحزبية عبيد وحزبية فلان وحزبية الرصابي وحزبية فلان وحزبية فلان. ما هذا؟ كل من لم يقل بهذا فهو حزبي ومبتدع. أعوذ بالله من الضلال. عقدوا ألوية الولاء والبراء على هذه المقالات الفاسدة الكاسدة. يقول عبد الحميد الحجوري هذا الذنب ليحيى في كتابه الذي أسماء الخيانة الدعوية حجر عثرة في طريق الدعوة السلفية، وإذا بهم يقرضه وقرأه وكذا، ها يحيى ابن كذا، طبعا يذهلون الألقاب التي ليس له منها نصيب، ها يحيى الحجوري أنه قرأه وأذن بنشره. ماذا في هذا؟ انحرافات كثيرة، منها أبيات شعرية تدل على الحلول والاتحاد، أنه لو أذابوه يحيى، يعني لو أذابوه لصار لحمه سنة ولصار آيات الكتاب الباقي. إيش هذه الحلولية ووحدة الوجود هذه؟ يحيى لو ذاب لحمه صار سنة، والذي يبقى من عظمه ونخاعه هو آيات الكتاب. ما قيلت هذا في رسول الله يا شيخ؟ ما قيلت هذا في أشرف خلق الله بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة هنا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كما في عند أحمد وغيره بسند صحيح، اختلف بعض الصحابة مع ابن عباس رضي الله عنه، يقول لهم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقولون قال أبو بكر وعمر، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ثم هذا يقول ويقولون في هذا الكتاب لشاعر من هؤلاء الذين كتبوا الشعر في الثناء على هذا، شعر ليس له خطام ولا زمام، يقول لو أذابوه لصار لحمه سنة ولكان آيات الكتاب الباقي، ويوصفونه بأنه إمام الثقلين، يعني إمام الإنس والجن، يعني حتى الجن ما تركوهم. من لم يقل من الجن بأن يحيى إمامهم فهو إيش؟ أضل من حمار أهله عندهم. ما هذا؟ ما تركوا شجرا ولا حجرا ولا مدرا ولا إنس ولا جن. يا إخوتا، دين الله جل وعلا، النبي عليه الصلاة والسلام جاء للناس بالهداية، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هؤلاء ما نزلوا في بلد إلا صاروا نقمة على أهلها، يجرمون الناس ويحزبونهم على مثل هذه الانحرافات. ماذا تريد يا أخي؟ الأمر لا يحتاج إلى كل هذه الإيضاحات، قد بين الصبح لكل ذي عينين لمن أراد أن ينظر. ثم بعد هذا نفتات، زد على هذا، يعني هذا من أقول هذا جزء وجملة مما عند هذا الرجل من انحرافات عقدية وإلى آخره، وعلمية شنيعة لا يتكلم عنها صغار وصبيان التوحيد وأطفال التوحيد. أما من حيث السلوك وبذاءة اللسان وقبح اللسان، ها فحدث من هذا ولا حرج، أقول فحدث من هذا ولا حرج. أنا استمعت، جاءني بعض الطلبة لما ذر قرن أبي الفتن أبو الحسن المصري، ها المأربي، بدأت فتنته في ذاك الوقت، جاءني بعض الطلبة قالوا هذا يحيى الحجوري رد، ومن عندهم في ثلاثة أشرطة حتى يقال أنه أول من تكلم، كأن الأولية هنا مهمة. المهم أن تتكلم بعلم، ما تتكلم بجهل، أول ولا آخر ولا وسط. الله جل وعلا يقول وإذا قلتم فاعدلوا. استمعت إلى هذه الثلاث أشرطة، والله يا أخي أعوذ بالله ليتني لم أستمع إليها من القبح الذي فيها، مع أنني رددت على أبي الحسن وأرى أنه من ضلال هذا الزمان، ها ومنحرف، وكتبنا في هذا في الرد عليه، لكن يجب أن يكون الرد بعلم. الإمام ابن تيمية يقول كما في رد على البكري، العلم شيئان
إما نقل مصدق وإما بحث محقق، وما سوى ذلك فهذيان مزور. ها؟ أن العلم شيئان، إما نقل محقق، إما نقل مصدق وإما بحث محقق، وما سوى ذلك فهذيان مزور. قم يا فلان، ماذا عندك على ابن الحسن؟ عندي أنه كذا كذا كان يفعل ما أدري إيش، ها تبا له ما أدري إيش، قم أنت يا فلان، ها عنده قصيدة، بل عليه لا تبل عليه، كله كذا له. بل لا تبول كذا ما أدري إيش، قبائح ألفاظ نابية. فلما سألني الإخوة بعد أن أعطوني بعد أيام، قلت من أسوأ ما سمعت في حياتي هذه الأشرطة، لما فيها من القبح والبذاءة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان فاحشا رضي الله عليه الصلاة والسلام، والصحابة هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم أرضهم، يقتفون أثره، ها سب شتام 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 شتام، أعوذ بالله، كل من رماه بألفاظ قبيحة تدل على حنق شديد، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال، لا تشغلون بمثله، فقد تكلمنا وردنا عليه من قديم، وما يزاد الأمر إلا الحمد لله وضوحا للذي كان مضطربا أو مترددا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث بمعبر حرسها الله تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، تعلمون حفظكم الله جميعا أن بيني وبينكم التناصح، هذا الذي نرتضيه لأنفسنا، أن نكون ناصحين وأن نجهد أنفسنا على حب الخير لبعضنا بعضا، أن كل منا يحب الخير لأخيه كما يحبه لنفسه، فهذا الذي أيضا نجاهد أنفسنا عليه. وكما تعلمون أن طلاب العلم الحمد لله يكونون قد حققوا ما حققوا من الخير، وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الخير، ولكن لا يزال طالب العلم بحاجة إلى رعاية ومحافظة عليه من قبل شيخه ومشايخه من أهل السنة، وهذا ما نطالب به أنفسنا ونسعى إليه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وإما تعلمونه أنه منذ أن حصل الخلاف المعروف، ونحن بحمد الله نتعاهدكم بالتوجيهات بابن حين وآخر، لغرض أن تكون أموركم دائما إلى السداد وإلى الهدوء وإلى ما هو أنفع لكم دينا ودنيا وأخوة إلى غير ذلك من المصالح والمنافع، مع أن نحب أن الشخص يأخذ بالتوجيهات لأنها هي الدواء له، الدواء له. وقد قلنا لكم من أول الأمر أن الدخول في هذه الأشياء ليس من صالح طالب العلم، من جاس يضيع أوقاتا كثيرة، ممكن يذهب كذا من عمره، وربما أيضا أثرت عليه بعض الشبه فصعب عليه أن يقتلعها، وهو في نظره ما أراد إلا خيرا. فكانت التوجيهات والنصائح هي الكافية والتي فيها يعني المحافظة على ما نحن عليه، لا نغير ولا نبدل، وإننا نجاهد أنفسنا لنزداد خيرا وصلاحا. استمرت كما تعرفون الفتنة والخلاف، وصار الأمر كما تسمعون وتعلمون أن مشايخ السنة في اليمن ومشايخ السنة في المدينة والشيخ ربيع ومن إليهم حفظهم الله جميعا صاروا في جهة، والمتعصبون في جهة ثانية، وصار العلماء هؤلاء يقولون هذا الطريق غير صحيح، هذا الطريق طريق التعصب هذا غير صحيح،
هذا لا يخدم دعوة أهل السنة وليس على طريقة أهل السنة. وهؤلاء العلماء الذين في اليمن والذين في المدينة والذين في مكة إلى آخره هم المعروفون بالجرح والتعديل مع الضوابط الشرعية والسداد، فمن جرحوه فصار مجروحا وهذا معلوم لا يستطيع أحد أن ينكره أبدا. فما تكلم به العلماء هؤلاء ظهر في من قالوه فيه إن لم يكن ظاهرا، وأما إن كان ظاهرا فما ذاك إلا من باب أداء لما قد صار معروفا. هذا الذي هو حاصل الآن على طلاب العلم الذين عندهم شيء من الشبه حول التعصب هذا أنهم يأخذون بتوجيهات العلماء هؤلاء، لأن هؤلاء لا يتفقون على شيء غلط وخطأ أبدا، فهم مرجعية أهل السنة في العالم، ولا يمكن أن يكون اتفاقهم أن يكون اجتماعهم على هذا وسيرهم أن يكون خطأ والواحد يكون مصيبا. هذا الذي يصير على أن الواحد سيكون والمصيب، وأن الجماعة بهذه الكثرة وأنهم المرجعية وإلى آخره، هذا يعني ما سلك طريق الإنصاف. فهؤلاء العلماء كما تعلمون يتكلمون في من يتكلمون تدينا، وكذلك أيضا بعدل وتحري وحجج إلى غير ذلك، وبحمد الله يجعل الله في كلامهم الخير والبركة. هذا حاصل. فمن كان عنده شيء من الشبه فلينظر في أمره ولا يبقى على ما هو عليه، أنا على كذا وخلاص، لا، أنت أهل سنة ونحن أهل سنة، ندور مع الحق حيث دار ونرد القضايا المشكلة علينا والتي فوق حجمنا إلى العلماء، ردها إلى العلماء، ولا يعني يبقى الشخص إما يدخل في نوع من العناد أو في عدم المبالاة بسير أهل العلم وكلام أهل العلم، أو أن الشخص تكون الشبهة قد قويت عليه ما يسعى في إزاحتها عنه. مطلوب أن تسعى في إزاحتها، لا تترك نفسك هكذا تحت الشبهة وتسيطر على الشبهة، لا، خذ بما هو أنفع لك، خذ بما هو أنفع لك. فكما سمعتم هذا الذي هو حاصل الآن، ونحن نقول ما هو حاصل الآن هو مثل ما حصل مع أبي الحسن، مثل ما حصل مع أبي الحسن تماما. أبو الحسن تكلم على علماء اليمن، تكلم على علماء المدينة، تكلم على الشيخ ربيع وغيرهم، وصار الأمر إلى ما صار إليه كما تعرفونه جيدا. فهذه مثل تلك المسألة الحاصلة فينا الآن، هي مثل تلك تماما، والمتكلمون هم علماء السنة، المتكلمون علماء السنة، فلا داعي للمغالطة أبدا. ننصح لطالب العلم أن يتجرد للحق، أن يتجرد للحق مع علمنا، مع علمنا أن من تعمد الدخول في الفتنة يخشى عليه ألا يخرج منها. من تعمد الدخول في الفتنة غير مبال بالعواقب ونصائح العلماء يخشى عليه أنه ما يقدر أن يخرج منها عقوبة من الله عز وجل. ولكن ظننا في إخواننا أنهم ما أرادوا فتنة ولا أرادوا يعني خروجا عن شيء من السداد والرشاد، فالمطلوب السعي إلى التصحيح والرجوع إلى السداد وأن تكون الأمور مثل ما كانت قبل حصول الخلاف. هذا ما ننصح به الإخوة عندنا هنا وغير عندنا ممن تمكنت منهم الشبهة، تمكنت منهم الشبهة. هذا أمر. أمر ثاني، بالرغم ما حصل من المتعصبين إلا أن أيضا المعاملة منهم جاءت لنا كما تعرفون، حكموا على الحزبية حكما حاسما وحكما عندهم لا تراجع فيه، لا تراجع فيه، ومن ثم حصل الهجر والتنافر والكلام والطعن علنا في خطاب في محاضرات في كذا، ونحن صابرون، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ الجواب بلى. وقاطعونا تماما وأعلنوا الانفصال عنا تماما، بالرغم أننا المظلومون وأن الحق عندنا ونحن الموجهون والحمد لله ونحن المصلحون إلى غير ذلك. ساحتنا واضحة، ساحة المشايخ في اليمن في المدينة الشيخ ربيع إلى آخره،
ساحة إصلاح ونصح وصبر ومحافظة على الأخوة على الدعوة على غير ذلك، لكن كان بالمقابل ما سمعتم، كان بالمقابل ما سمعتم. فبما أن الإخوة هؤلاء قد سلكوا هذا المسلك واختاروه لأنفسهم وأصروا عليه غير مبالين بتوجيهات أهل العلم في نفس البلاد اليمنية أو من خارجها، فنطلب من إخواننا الذين عندهم شيء من الشبهة في هذا المجال أن يكونوا منصفين وأن يقبلوا التوجيهات لصالح الدعوة لنا ولهم. فالإخوة هؤلاء الذين عندهم شيء من الشبهة عندنا وشيء من التعصب نطلب منهم أمورا. الأمر الأول على أنهم لا ينفردون بدعوتهم، ما نسمح بهذا، هذا تمزيق في داخل دعوتنا لا يقبل أحد. وأنا صابر كما تعلمون سنين، وأنا صابر عليهم، المال أعطيه، السيارة كذا إلى آخره، وأقول دعوة تمشي إلى الله، وأقول سيأتي اليوم الذي يعرف طلابي الذي أوجههم والذي أدعوهم إليه والذي يعني نريده لهم. فكما سمعت لا نسمح لأحد أن يجعل له دعوة تخصه، مع المتعصبين نحن ذب سيارة تخصنا نحن المجموعة الفلانية، ولا نسمح له ولا نرضى أنه يذهب عند المتعصبين، إذا استدعوه لا يستجيب لدعوتهم، وإذا خرج دعوة لا ينزل عليهم. المطلوب أن يحافظ على الدعوة التي تربى عليها وما زلنا عليها والحمد لله، وما يزال عليها علماء السنة بحمد الله في مشارقها وفي مغاربها. فكما سمعتم هذا الأمر الأول من الإخوة الذين عندنا هنا ويخرجون في الدعوة على أنهم يحافظون على الدعوة. الأمر الثاني لا أسمح بدروس يخص بها الشخص أشخاص المتعصبين، أنا ما أدرس إلا هؤلاء، لا أدرس عند الطلاب الآخرين ولا كذا إلى آخره. هذا كما سمعت يعني لا نراه سديدا أبدا، صبرنا والحمد لله، مرت سنين، فينبغي أن يعرف للشخص ما يعني يبذله في هذا الباب، فنحن صبرنا وبذلنا والحمد لله لغرض أن يصل من يتحرى الحق إلى معرفة تامة. فالآن كما سمعت الأمور صارت واضحة جلية، ما بقي إلا المعاندة أو قوة الشبهة التي يفرط صاحبها في السعي في إزالتها. عندك شبهة ارجع إلى أهل العلم، ما أمرك الله أن تبقى عليها، أهل العلم مرجعية الناس، إذا كانوا مرجعية لك في باب الجنة والنار وفي قضايا الإيمان فكيف لا يكون مرجعية لك في قضايا أشخاص، في قضية متعلقة بأشخاص ما أشبه ذلك. هذا الأمر الثاني، لا أسمح بالانفراد بالتدريس، خذها بحقها، لا أسمح بالانفراد بالتدريس، ادرس مع إخوانك ودرس إخوانك وأنت مثل بقية إخوانك في داخل الدار. هذا الأمر الثاني كما سمعت. الأمر الثالث، لا نريد جلسات خاصة وتعال يا فلان وجر إلى فلان، ما نريد هذا، نريد أن الشخص ينضبط فيما ينفعه في طلب العلم ويتوجه إلى طلب العلم، ولا يبقى شبه مجند نفسه لهذه الشبهة. نلاحظ بعض الإخوة وأعرف ما عندهم دروس، أو عندهم دروس من باب أنهم يمشوني فقط ليقول معنا دروس الاقتناع، يعني بدروس مثل ما كانوا من سابق، والسر على ذلك ما هو حاصل باعتبار كذا. لا، هذا وقت كما سمعت حصل، الآن نريد نأخذ الأمور بما هو أصلح لك وأنفع لك، نحن نريد لك الخير، ما نريد أن يعني تغير أمورك ولا إلى آخره. هذه فتن لا تدري أين تصل، خذ بالتوجيهات وبلك علم أحسن لك، لا تدخل نفسك في شيء أكبر من حجمك. فالحمد لله. الأمر الثالث كما سمعتم، الاجتماعات الخاصة في بيوت في غير بيوت، ما عندنا هذا ولا نسمح بهذا. المطلوب أن تكون مع إخوانك،
كذلك التشويهات والطعن فينا وفي الدار. لا تطبع علم هنا، لا تبقى هنا، هنا ما في علم. وليش أنت جالس عندنا؟ وش تسوي عندنا؟ وش تعمل؟ طالب علم ليش أنت؟ أنا كلين إخواننا هؤلاء متناقضون. سمعت قالوا حزبيون، ومع هذا كما سمعت ما قدروا يمشون مثل ما شئنا مع من حزبناهم. حزبنا فلان، اقتنعنا، عندنا أدلة والحمد لله، خلاص هذا شيء. حتى يرجع، إن رجع وتاب قلنا الحمد لله قد رجع. لكن كما سمعت يريدون يأتون مساجدنا ويريد يدرسون عندنا وانت حزبي، يعني أمور أحكام يدل على أنها ليست سائرة على سداد، ليست سائرة على سداد. فكما سمعتم يا إما والشخص بقي عنده رغبة يطلب علم فهذا طلب العلم والحمد لله. الشخص عنده أمور وكذا وقد أثرت عليه، فنحن لا نلزم أحدا يبقى عندنا لا هذا ولا غيره. هذا طلب علم، من أقبل عليه برغبة واندفاع يسر الله له ذلك وانتفع بذلك، ومن كان فقط من باب مشي الأمور كيف ما كان سيذهب عليه من الوقت والعمر ولم يستفد مثل ما يستفيد إخوانه. فالمطلوب الآن ما سمعتم، فالذين حصل منهم ما حصل في أمر الدعوة، في أمر التدريس، في أمر الاجتماعات، في أمر التشويه، في أمر الطعن، نريد منهم الكف عن هذا تماما، الكف عن هذا تماما، وأن الوقت انتهى إلى هنا، وأن مدة ترك المجال لهم من قبلي وغض الطرف عنهم يعني هذا صار إلى هنا إلى هنا. والآن ما بقي في نظرنا عذر لهم، ما بقي عذر. إما أن الشخص يثبت أنه يقبل نصيحة ورأى أن ما دعونا إليه والأصلح له، وهذا لا شك أنه أنفع له، وإما أنه لا يبالي بالكلام وبعدها لا يلومني، بعدها لا يلومني كما سمعت. مع أني والله ما أحب، ما أحب أن يخرج طالب يحفظ جزءا من عندي، لكن إذا كان الطالب سيصر إلا على الضرر وعلى الخطأ غير مبالي غير كذا، يا أخي ما الذي يحول بينك وبين التوجيهات، توجيهات أهل العلم؟ قضية أشخاص عندهم شيء من الخطأ يسير عليه، إن أصلحوا أصلحوا ما أخطأوا فيه فنحن نحن يوم شيء واحد، وإن بقوا على ما هم عليه فليسوا بأول من يعني مال له إلى أمور، وليسوا بآخر من مال عما عليه المشايخ ودعاة أهل السنة وعلماء السنة. هذا يحصل كما ترى، وادعوا الله بالثبات، ادعوا الله بالثبات، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. هذا كلام كما سمعتم أريد أن يؤخذ ما أخذ الجد، وفي نفس الوقت كما سمعتم لا نريد على أننا نفتح يعني الملف من جديد، لا، نحن الحمد لله لا نحن حول هذه القضايا. وكما تعرفون بحمد الله، تعرفوني في دروسي في مؤلفاتي في إلى آخره، أني لا أرضى أشغل نفسي بهذه الأمور بما رأيت أنها لا تأتي الدعوة بخير. الحمد لله ننشر دعوتنا قدر ما نستطيع، ونؤلف ما نراه يخدم المسلمين وينفع المسلمين، وندعو إلى الله دعوة تنفع المسلمين. أما أن نظل محلبطين ونتعثر في قضايا ما هي إلا من باب التحريش بيننا فلا يعني يقبل هذا العاقل، العاقل لا يقبل هذا. إن شاء الله الأمر سهل جدا لمن وفقه الله لقبول النصائح وسداد الرشاد. وأيضا لا أنسى أن أقول لك ادعو الله يا أخي، أذكر في فتنة أبي الحسن، فتنة أبي الحسن كنت أقول لبعض الإخوة كانوا عندهم شبهة قوية، كيف نترك أبي الحسن كيف كذا كيف كذا، فأقول لهم ادعو الله أن يختار لك ما فيه الخير وأن يدلك على الحق، وادعو الله بالثبات إلى غير ذلك، والله ما يضيع عباده. فكان أبو الحسن يقول رجعنا صوفية، لما نقول للشخص ادعو الله أن يثبتك وأن يريك الحق وإلى آخره، سمعت والغرض أنه يريد أن يبقى الناس معه على ما هو عليه. فجاءت الأيام بما جاءت به، مع أننا نتمنى لإخواننا الخير وندعو لهم كما يعلم الله، ندعو لهم كما يعلم الله، لكن كما سمعت تحصل الأخطاء التي يصر عليها الشخص ويفرضها على الناس. لا كلنا نخطئ، ما فيش حد في هذا العالم يخطئ، كلنا نخطئ، لكن الغلط
أن تخطئ وتريد من الناس أن يخطئوا معك، غلط تخطئ وتريد من الناس أن يقبلوا خطأك، وإلى آخره. هذا ما هو من ديننا ولا هذا من دعوتنا، أننا نسير بأنفسنا بالصورة هذه. فكما سمعتم بارك الله فيكم، حافظوا على ما سمعتم قبل قليل. والإخوة إذا رأوا أن بعض الإخوة ما أخذوا بهذه التوجيهات، إما في الدعوة، إما في التدريس، إما في ما يتعلق بالاجتماعات، ما يتعلق بالكلام، بالتعبية، بكذا إلى آخره، كم طلاب يعني ينفر عنا بالطعن فينا وفي دارنا وفي تعليمنا بهذه الصورة، ونحن صابرون سنين، ونحن صابرون كما سمعت. أرجو ألا يستمر هذا الخطأ من أي أخ، ألا يستمر هذا الخطأ من أي أخ قد حصل منه وقع فيه. أن نحافظ على الدعوة وعلى الأخوة، أسأل الله بمنه وكرمه فضله وإحسانه أن يثبتنا جميعا على الحق حتى نلقاه، وأن يسددنا وأن يرزقنا الهدى والرشاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات جار الحديث بمعبر حرسها الله تقدم لكم هذه المادة. الاختصار لبيان ما في طريق الحجور من أضرار. هذا بيان مختصر سأقرأه عليكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قيض الله في هذا العصر شيخنا المحدث العلامة أبا عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، فقام بالدعوة إلى الله والتعليم على علم وبصيرة، فأقبل عليه طلبة العلم من كل حدب وصوب من الداخل والخارج، بل لم يرحل إلى عالم في اليمن بعد الإمام عبد الرزاق ابن همام الصنعاني رحمه الله مثلما رحل إلى شيخنا الوادعي. فبقي شيخنا باليمن مقبلا على العلم والتعليم والدعوة إلى الله فترة تزيد على ربع قرن من الزمان، إلى أن وافاه الأجل المحتوم، فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. وقد أوصى قبل موته بوصية عظيمة انتشرت في الآفاق وعلم بها من علم، وإما ذكر في الوصية ما لفظه: وأوصي إخواني في الله أهل السنة بالإقبال على العلم النافع والصدق مع الله والإخلاص، وإذا نزلت بهم نازلة اجتمع لها أولو الحل والعقد، كالشيخ محمد عبد الوهاب والشيخ عبد الحسن الماربي والشيخ محمد الإمام والشيخ عبد العزيز البراعي والشيخ عبد الله بن عثمان والشيخ يحيى الحجوري والشيخ عبد الرحمن العدني، وأنصحهم أن يستشيروا في قضاياهم الشيخ الفاضل الواعظ الحكيم الشيخ محمد الصوملي، فإني كنت أستشيره ويشير علي بالرشد. انتهى. وقد انفصل أبو الحسن الماربي المصري عن إخواني المشايخ بعد موت شيخنا رحمه الله بمدة، وحصل ما هو معلوم لديكم. وقد جعل المشايخ المذكورون هذه الوصية نصب أعينهم، فكلما حصلت فتنة بين أهل السنة في اليمن بذلوا جهودهم في حلها. ومنذ 7 سنين تقريبا ظهر الخلاف بين الشيخ يحيى الحجوري والشيخ عبد الرحمن العدني، فبادر المشايخ هم الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ البراعي والشيخ الصوملي والشيخ الدماري والشيخ الإمام إلى الإصلاح، فحصل الاجتماع في دار الحديث بدمج حرسها الله، وجمعنا بين الشيخين الحجوري والعدني وسمعنا من الطرفين، وكان الصلح على أن الشيخ عبد الرحمن العدني يوقف التسجيل في الفيوش لأمور رآها المشايخ، وطلبوا من الشيخ يحيى أن يسحب ما أنزله من كلام الشيخ عبد الرحمن العدني
وطعن فيه وتحزيب له. فحصل أن الشيخ عبد الرحمن وقف التسجيل ولم يحصل من الشيخ يحيى سحب ما أنزله من الكلام عليه، كما طلب المشايخ من الشيخ عبد الرحمن أن يعتذر للشيخ يحيى فلم يحصل الاعتذار في ذلك الوقت. ثم بعد مدة حصل أن خرج الشيخ عبد الرحمن من دار الحديث بدماج وذهب إلى عدن، فقال الشيخ يحيى لا يرجع عبد الرحمن إلى دماج. فتواصلنا مع الشيخ يحيى وقلنا له يكفي كلامكم إلى هنا على الشيخ عبد الرحمن العدني، ولكن الشيخ يحيى استمر يتكلم على الشيخ عبد الرحمن حاكما عليه بأنه حزبي وصاحب فتنة إلى آخر ما يذكره في كلامه عليه. وبعد مدة من متابعة المشايخ لقضية الخلاف المذكور وإصرار الشيخ يحيى على تحزيب الشيخ عبد الرحمن، رأوا أن يستدعوا الشيخ عبد الرحمن العدني للجلوس معه والنظر فيما ينسب إليه من الحزبية. وكان الاجتماع في دار الحديث بمعبر وبموافقة الشيخ يحيى، حصل الاجتماع بالشيخ عبد الرحمن العدني والمناقشة له. وبعد ذلك رأى المشايخ إنزال بيان لإنهاء الخلاف، فصاغوا البيان وقرأوه على الشيخ يحيى عبر الهاتف ووافق على إنزال البيان. وبعد أن نزل البيان اتصل الشيخ يحيى وقال إنه غير موافق على البيان حتى يأتي الشيخ عبد الرحمن العدني ويعتذر عنده في دمام. فقال المشايخ البيان قد نزل ومجيء الشيخ عبد الرحمن سيكون في المستقبل بإذن الله، فأبى الشيخ يحيى إلا نقض الاتفاق والرد على البيان، مما جعل الخلاف يشتد أكثر. فتحمل المشايخ ما حصل من الشيخ يحيى. وبعد مدة ذهبنا للحج، الشيخ يحيى والشيخ محمد عبد الوهاب والشيخ الزماري والشيخ البرعي والصومري والإمام، ولم يحج الشيخ عبد الرحمن العدني ذلك العام. فتواعدنا على أن نلتقي جميعا عند والدنا الشيخ ربيع حفظه الله، فالتقينا عنده. فقال الشيخ ربيع للشيخ يحيى يا شيخ يحيى، الشيخ عبد الرحمن ما عنده حزبية، نحن نعرف الرجل وقد زكاه شيخه الوادعي واختاره أن يكون من المشايخ الذين يرجع إليهم عند الفتن وكلاما نحو هذا. ثم وجه الشيخ ربيع كلاما إلى المشايخ الحاضرين وقال هل ترون أن عبد الرحمن حزبي؟ فالمشايخ قالوا ما نرى عنده حزبية. فقام الشيخ ربيع مع فقام الشيخ ربيع مع موافقة المشايخ له وطلب من الشيخ يحيى أن يتراجع عن كلامه في الحكم على في الحكم عليه بالحزبية، وطلب منا أننا إذا رجعنا إلى اليمن نستدعي عبد الرحمن ونطلب منه أن ينزل بيانا على أنه يبرأ إلى الله ممن يطعن في دماج وأنه لا يرضى بالطعن بالشيخ يحيى. وبهذا ينتهي الخلاف وتسير الدعوة على ما ينبغي أن تسير عليه من الهدوء والتعاون وسد أبواب الفتن. فقبل الشيخ يحيى هذا الكلام في ذلك الوقت، فرجع المشايخ إلى اليمن هم حريصون على تحقيق ما تم الاتفاق عليه عند الشيخ ربيع. فاستدعوا الشيخ عبد الرحمن العدني وكان الاجتماع به في الحديدة عند الوالد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فاجتمعنا به وذكرنا له ما جرى عند الشيخ ربيع وما قاله الشيخ ربيع وارتضينا به. فوافق الشيخ عبد الرحمن على إنزال البيان حسب ما طلب منه الشيخ ربيع والمشايخ وأنزل البيان. فما كان من الشيخ يحيى إلا أن نقضه بشريطين تكلم فيهما عن المشايخ الذين نفذوا ما طلبه الشيخ ربيع وذكرهم بما ذكرهم به من الطعن. فصبر المشايخ ولم يردوا على الشيخ يحيى. وفي هذا الوقت كان الخلاف قد وقع بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ يحيى وبين الشيخ عبيد الجابري والشيخ يحيى، وبقية المشايخ في اليمن سعوا في الصلح بين الشيخ يحيى وبين هؤلاء أيضا ولم يصلوا إلى حل الخلاف، لأن أصله كلام الشيخ يحيى بالشيخ عبد الرحمن العدني. ثم حصل أن الشيخ عبيد الجابري أنزل فتوى أنه لا يطلب العلم بدماج عند الشيخ يحيى الحجوري، فرأى المشايخ
وهم الصومال والدمال والبرع والإمام أن ينزلوا بيانا في حقيقة هذا الخلاف الذي أصر فيه الشيخ يحيى على الاستمرار على ما هو عليه، فأنزلوا بيانا ينص على أن هذا الخلاف لم تنصر به سنة ولم تقمع به بدعة، وإنما هو للمغالبة، كما نص البيان على أن الخلاف الحاصل لا يصل إلى التحذير من طلب العلم في دمات. وبعد نزول هذا البيان دعا الشيخ يحيى ومن معه إلى المفاصلة، فبدأت المفاصلة واشتد في المحافظات الجنوبية والمشايخ يوصون بالصبر وبالمحافظة على الدعوة والأخوة ولا يرون المفاصلة أبدا. وصاحب هذه المفاصلة تحذير الشيخ يحيى من حضور محاضرات المشايخ المذكورين آنفا والتحذير من استدعائهم، وكانت هذه المفاصلة في عام 1429 هجرية، وفي عام 1430 حج الشيخ البراعي والدماري والإمام وجلسوا مع الشيخ ربيع وطلبوا منه أن يطالب أصحاب شبكة الوحيين بسحب الكلام الذي على الشيخ يحيى والكف عن ذلك، فكلمهم فأغلقوها مدة على مضض، لأنهم قالوا أنتم تأمرون طرفا بالإغلاق ولا تأمر الطرف الآخر، ومراد المشايخ بذلك تخفيف الخلاف، ولكن دون جدوى. ثم أعادوها بعد بضعة أشهر بحجة أن الطرف الآخر وهو الشيخ يحيى ومن معه لم يتوقفوا. وبعد هذا حصل الكلام من الشيخ ربيع على الحجوري، وقال فيه وفي المتعصبة معه يسيرون على طريقة الحدادية، وقال مرة هم حداديون، فرد عليه الشيخ يحيى بردود تزيد في الفتنة لما فيها من التجاوزات. والمشايخ في اليمن يأملون أن الشيخ يحيى يصحح سيره، ولكن لم يحصل من هذا شيء. ثم أنزل المشايخ بيانا فيه مطالبة شبكة الوحيين التي ترد على الشيخ يحيى بالكف عن الدفاع عنهم حينما يتكلم عليهم الشيخ يحيى، حتى لا يكون الدفاع عنهم ذريعة إلى التوسع في التكلم في دماج. وتكلم الشيخ محمد بن هادي المدخلي على الشيخ يحيى بسبب تكلمه بالشيخ ربيع وغيره، فتكلم عليه الشيخ يحيى بما يزيد في الفتنة، والمشايخ استمروا على ما يرون من الصبر والمحافظة على الدعوة والأخوة، وسعى المتعصبون للشيخ يحيى بالتشويه والطعن في المشايخ المذكورين عند مشايخ السنة في أرض الحرمين وغيرهم، وكان المشايخ يأملون أنه يحصل الشيخ يحيى والمتعصب له الحرص على إنهاء الخلاف والتواصل مع المشايخ، ولكن لم يحصل من ذلك شيء، بل حصل ما سبق ذكره. أضف إلى ذلك أن الشيخ ربيع كان في جلسة في ليلة الأربعاء جمادى الأولى من هذا العام، فتكلم على الشيخ يحيى الحجوري بكلام انتشر وعرفه القاصي والداني، وكان مما قال في الشيخ يحيى الحجوري يجب إجباره على تغيير أسلوبه إذا استمر على أسلوبه هذا فسوف يسبب فتنة لا نظير لها. وقال ناصحته عدة مرات، أحيانا أنصحه لساعة ونصف وهو لا يسمع، يعد ولا يفن، يعد ولا يفي بوعوده. وقال جلسنا معه وكلمناه لكنه لم يسمع، وقال وطلبته غلو لا نظير له. انتهى المراد من كلام الشيخ ربيع. فبدلا من أن يقوم الشيخ يحيى الحجوري بقبول تغيير أسلوبه هذا الذي يسير عليه، إذا بيقوم بإنزال شريط بعنوان النصح الرفيع للشيخ ربيع ويرد على كلام الشيخ ربيع فقرة فقرة، وكان مما قال في أثناء رده على قول الشيخ ربيع يجب إجباره على تغيير أسلوبه، قال الشيخ يحيى أنا صاحب دعوة، كيف تجبرني وبعد ألوف الرجال ولله الحمد كلهم على سنة، إذا قلت كلمة سيقولون أكثر منها، والله أنا جاثم على صدورهم الآن عن الردود كيف تجبرني. وكان مما قال الشيخ يحيى الحجوري في رده كلام الشيخ ربيع
كلام خرج مخرج غضب وانفعال، حتى إنه أخبرني بعض الحاضرين أنه كان أي الشيخ ربيع يتكلم وهو يرتعش. فتأمل أيها المنصف سير الشيخ يحيى هذا مع العلماء الناصحين له الحريصين عليه. وقد صاحب هذا الخلاف الذي قاده الحجوري أمور، ومنها فتح المجال لطلابه يتكلمون في المشائخ السابق ذكرهم وفي غيرهم شعرا ونثرا، وإنزال الملازم والرسائل والكتب فيهم وفيها من التجاوزات ما يدل على أن هؤلاء يخوضون معركة لإسقاط أهل العلم. ومنها في خلال مدة الخلاف لم يحصل أن الشيخ يحيى قبل النصح من المشايخ في أي باب من أبواب الإصلاح. ومنها تكلم الحجوري على عدد كبير من طلاب العلم المستفيدين لأنهم لم يوافقوه على سيره المذكور. ومنها زرع المتعصبون الحجوري الخلاف المذكور بين أهل السنة في أنحاء العالم، مما أدى إلى الضرب بأهل السنة والفرقة فيهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا مجمل ما حصل. وقد اعتبر العلماء سير الشيخ يحيى في هذا الخلاف في مدة تزيد على 7 سنين منهجا يسير عليه لا زلة منه. ومعلوم أن الزلة إذا كانت تزل بالعالم حذر منها، فكيف بمن اتخذ منهجا مخالفا لما عليه أهل العلم في الماضي والحاضر يوالي ويعادي من أجله؟ ألا يكون التحذير منه ومن منهجه أولى وأحرى؟ وختاما أنصح لإخوان أهل السنة عموما ولطلبة العلم خصوصا أن يقبلوا إقبالا كليا على تحصيل العلم النافع والعمل به والدعوة إلى الله والانقياد التام لنصوص الشريعة والرجوع إلى من أمر الله بالرجوع إليهم وهم أهل العلم، خصوصا عند نزول الفتن، والأخذ بنصائحهم وتوجيهاتهم والبعد عن التعصب المقي والتقليد الأعمى. وإلا فيخشى أن يحصل لمن تعصب وخاض في الفتن ما لا تحمد عقباه. والله أسأل أن يجمع شمل أهل السنة وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا البيان عنوانه الاختصار لبيان ما في طريق الحجور من أضرار. سجل العنوان بحيث إذا سئلتم ترشدون إلى البيان وتذكرون عنوانه، الاختصار لبيان ما في طريق الحجور من أضرار. وهذا البيان سيوضع في موقعنا، فمن أحب أو سأل من أين يجده فأرشده إلى موقعنا، وقد يوضع في مواقع أخرى، والله المستعان. سلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصاوي الأخير الذي قاله في حضرموت في شأن الشيخ الحجوري، قلت وأقول لما لم نسأل يوم أن حصل الكلام في مشايخ أهل السنة ونسأل اليوم؟ لما لم يوجه إلي السؤال ما موقفك ممن يقول في محمد بن عبد الوهاب الوصاوي إنه من أعداء السنة كما في ملزمة الواقفة حزبية مغلفة، وأنه حامل راية الشيطان؟ هذا ليس في الملزمة. وكأنه تتلمذ على عبد الله بن أبي بن سلول، لما لم نسأل عن هذا؟ لما لم نسأل يوم أن ألف في محمد بن عبد الوهاب ملزمة بعنوان جناية محمد بن عبد الوهاب على الأصول السلفية؟ لما لم نسأل
يوم أن قيل في عبيد الجابري دجال من الدجاجلة ويخشى عليه من الزندقة، وأنه من أعداء السنة، لما لم نسأل يوم أن قيل في الشيخ الصوملي ناكر بالدعوة السلفية وأنه يستميل الناس بالمال، لما لم نسأل ونسأل الآن؟ الآن عرف أناس أننا نستحق أن نسأل فلا يسألنا أحد ولا يلزمنا أن نجيب، ولا يلزمنا أن نجيب. هذا كلام مطروح، سواء الذي من الشيخ الوصابي أو من قبل الحجوري وأصحابه، وعلماء أهل السنة ينظرون، من كان عنده براهين على قوله أخذوا بقوله. ثم هل هذا من كلام الأقران؟ كلام الشيخ الوصابي هل هو من كلام الأقران بعضهم في بعض؟ لا، ليس من كلام الأقران بعضهم في بعض، ولا كلام الشيخ عبيد، ولا كلام الشيخ ربيع، ولا كلام محمد بن هادي، ما هو من كلام الأقران. كلام الأقران هو الذي يخرج عن خصومة ومشاكل فيما بينهم، كما حصل من الإمام مالك يوم أن قيل له إن ابن إسحاق يقول إيتوني بفقه مالك فأنا بيطارة، قال دجال من الدجاجلة. قال العلماء خرجت من الإمام مالك عن انزعاج، عن انزعاج، فليس هذا من ذاك القديم، هذا من الجرح، هذا من الجرح الذي قصد به صاحبه الجرح يتم النظر في براهينه، كما يقال وثقه فلان وضعفه فلان، فينظر العلماء هل هناك براهين أم ليس هناك براهين. فكلام القرناء هو الذي يصدر عن مشاحنة فيما بينهم، مشاحنة وخصومة دنيوية وجوار، أو يعني خلافات مذهبية، هذا شيعي وهذا ناصبي، هذا خارجي وهذا مرجع. نعم، أما أنه يعني يطلق هذا في كل كلام، لا، هذا ليس من كلام القرناء، إنما هو كلام قصد إليه صاحبه وهو هادئ جدا رائق البال، فهذا ينظر فيه في يعني يكون مثل هذا الكلام مقصودا، وإن أثبت ببراهينه على ما يقول قبل منه، إلا لم يقبل. كما لو حصل أي تضعيف من إمام من الأئمة لشخص، إن وجد العلماء براهين على ذلك وإلا ذهب ذلك التضعيف. أقول هذا ونسجله توفيرا لكثرة الأسئلة التي وردت إلينا، فنسأل الله التوفيق والسداد وأن يجمع كلمة أهل السنة، والحمد لله رب العالمين. يقول السائل: كثر الكلام في هذه الأيام أن سبب تكلم الشيخ ربيع حفظه الله في الشيخ الحجوري في كلام الشيخ ربيع الأخير أن سببه أنت حينما دخلت إلى السعودية، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام ما هو صحيح. أنا وصلت إلى السعودية فحصل التوافق، ما التقيت بالشيخ ربيع إلا بعد ما تكلم، ووصلت يوم الاثنين، وفي يوم الثلاثاء ما تمكنت من زيارته، كنت لا أزال متعبا، ويوم الأربعاء طلعت إلى الطائف في زيارة بعض الأقارب وحصل الكلام وأنا في الطائف. الله أعلم هل كان الشيخ ربيع قد علم بقدومي أم لا، وأنا لم أكن قد تيسرت لي زيارته وما زرته إلا بعد أن تكلم. ثم هذا لا يغير من الواقع شيئا لو كان الشيخ حفظه الله عالم ويعلم ما يقول ويعلم ما هي المناسبة التي يتكلم فيها، فهو يقول أنا صابر 7 سنوات،
إذن ما هو كلام. نعم، فعلى كل حال بغض النظر عن التوسع في هذا الشرح فهذا الكلام غير صحيح. حتى بلغني عن بعض الناس هنا في إب يقول هو ذهب الوسواس الخناس، أمرك إلى الله وأشكوك إلى الله وما أسامحه. نعم، يعني أنني أنا الوسواس الخناس، هذا وصف إبليس، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وعلى كل حال بارك الله فيكم، كلام العلماء ما يحتاج إلى أننا نعمده من هنا ولا من هناك، هو كلام علماء. وعندما يبتلى أحد بأن تكلم فيه عالم ما يقول جيش عليه الألوف، ما يجيش عليه الألوف، هذا ما يليق. ولا يقول طلبة العلم سيخبطوك شعرا ونثرا ليسوا متهيبين، هذه ما هي طريقة أهل السنة في التعامل مع العلماء. من أجل نفسي أسقط عالما أذل الله به المبتدعة في مشارق الأرض ومغاربها، ونصر الله به السنة في مشارق الأرض ومغاربها، قمع الله به كتب الضلال في مشارق الأرض ومغاربها، هل هذا طريقة أهل السنة أنهم يسقطون العلماء لهذه المقاصد؟ عادة العادة عند أهل السنة في مثل هذا والطريقة المتبعة أنه إذا تكلم عالم في شخص نظرا، فإن كان ما قيل واقع فيه، إن كان واقعا فيه تاب إلى الله واستغفر وأناب وأصلح من نفسه، وإن لم يكن فيه تلطف حتى إذا كان العالم فهمه فهما خاطئا تلطف حتى يبين للعالم وجه الصواب، بكل احترام وأدب مع المعرفة بإجلال ذلك العالم. فإن لم يكن هذا ولا هذا ولا استطاع، علم أن هذا ابتلاء من الله يصبر عليه. فالإمام البخاري تكلم فيه الذهلي، بين حال نفسه ودافع عن نفسه، فما نفع هذا كله فصبر، ومع ذلك بقي الذهلي عنده من العلماء ولا يزال يروي عنه ويخرج أحاديثه في صحيحه بعدما ضايقه الذهلي من كل بلد وكان له وجاهة. خاتمتها قال الإمام البخاري: اللهم إنها قد ضاقت بي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك، وصبر واحتسب. أما أننا إذا حصل مثل هذا نقوم نجيش الجيوش على أهل العلم، فهذه ليست طريقة أهل السنة في التعامل مع كلام أهل العلم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. يقول: ما هي انطباعاتكم لزيارتكم لليمن عامة، وما نصيحتكم لطلبة العلم فيه والراغبين للالتحاق به؟ أقول بارك الله فيكم، زيارتي لليمن هي زيارة لأهلي وإخواني السلفيين، فالسلفي في كل مكان يحب السلفيين في كل مكان. فبلا شك أن الإنسان لما يزور أهله وإخوانه يكون مسرورا وسعيدا بما رأى، هذا أولا. ثم ثانيا أسأل الله عز وجل لكم الثبات والحفظ من الفتن، وأن يعينكم على ما أنتم عليه. فما رأيت في هذه الديار وفي هذا المكان الفيوش وفي المناطق الأخرى رأيت نعمة وفضلا من الله عظيمة. والله إنكم تغبطون على ما أنتم عليه، دروس مستمرة ومعلمون سلفيون ونصائح وتوجيهات وإخوة متحابون فيما بينكم، والحمد لله لم أجد بينكم فيما يظهر لي أمورا من أمور أو من مسالك الفتن. والشيخ عبد الرحمن العدني حفظه الله تعالى معروف عند الشيخ ربيع وعند المشايخ السلفيين بأنه صاحب سنة وصاحب علم، أسأل الله عز وجل أن يوفقه ويثبته على هذا الأمر وإيانا جميعا على ذلك. وأيضا من انطباعاتي على ذلك أني إن شاء الله أرغب الزيارة مرة أخرى فيما ييسره الله لي. أنا ذهبت لبعض البلاد وقلت لن أرجع مرة أخرى، ولكن في هذه البلاد وما رأينا من إخواننا من محبة وأخوة وإكرام جزاهم الله خيرا،
وليس لأجل الإكرام ولكن للمحبة التي بيننا والمنهج الصحيح. رغبت أن أرجع مرة أخرى مرات أخرى بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد والرشاد، وأنصحكم بارك الله فيكم بلزوم العلم والمنهج السلفي ولزوم يعني هذه الدار التي يسرها الله لكم. بعض طلاب العلم يبحثون عن معلم واحد، فأنتم ما شاء الله عندكم من المعلمين كثر وعندكم من السلفيين كثر، فهذا خير عظيم لا تفرطوا فيه بارك الله فيكم، ولا تغتروا بالشهادات ونحو ذلك، فإن هذا هو العلم، هذا هو العلم. اطلب العلم هنا وتمكن وارسخ في العلم، بعد ذلك بعد أن تنتهي تريد أن تحصل على الشهادات بعد تمكنك، فإنك ستأخذها بتفوق بإذن الله عز وجل. أنا أقول بارك الله فيكم قبل أن أختمها بكلمة، المرجو من يحيى الحجوري أن لا يسلك هذا المسلك الوعر والمنزلق الخطر الذي سلكه في تهجمه على العلماء وعلى إخوانه طلاب العلم، وإلا فإننا ننتظر حكم العلماء فيه، وقد حكم عليه بعض العلماء، ولكن نحن نكون ثابتين ونترك هذا الخوض. خلاص العلماء نحاله، اكتفينا بهذا ونرجع للعلم وللمنهج الحق ونقرأ كتب الردود أو غيرها، ولا يشغلنا شاغل عن طلب العلم. وهذه هي نصيحتي لكم، أعني أن تهتموا بطلب العلم وتركزوا في ذلك وتقرأوا على مشايخكم وتقرأوا في أوقات الراحة الكتب التي تقرؤونها، كتب الردود، كتب المنهج في التفسير، في الحديث، في الفقه. وأيضا قبل هذا كله أنصحكم مرة أخرى في البداية والنهاية بالإخلاص، إخلاص العمل لله عز وجل، فإن الله يوفق المخلص لأمور كثيرة ربما غيره يظل سنوات وسنوات لا يصل إليها، وقد لا يصل. أما المخلص الذي يعلم الله عز وجل منه الإخلاص فإنه يوفقه لكل خير ويسدده. وأوصيكم بأن تعملوا بما تعلمتم، أن تعملوا بما تعلمتم، فإن العلم ليس المقصود منه تكثير المعلومات، إنما المقصود بالعلم العمل والتقرب إلى الله عز وجل. وأنصحكم أيضا بالدعوة إلى الله ونشر العلم في دياركم وبين أهليكم وبين إخوانكم، فإذا تعلمتم وانتهيتم لا ترجعوا إلى بلادكم تتكبروا على إخوانكم، ولكن علموهم واحرصوا عليهم وانفعوهم، واعلموا أنكم بتمسككم بالسنة والمنهج السلفي أن أعداءكم كثر، فاصبروا على الحق واثبتوا، واحذروا فتنة المال، واحذروا فتنة التعصب للأشخاص، واحذروا فتنة حظوظ النفس، واحذروا فتنة أهل الأهواء والبدع، فإنها فتن مضلة صارفة عن الحق. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على الحق، وأن يصرفني وإياكم عن الباطل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول هنا الشيخ الحجوري يقول بضلال كل من خالفه، يعني هذا كلام معروف ومعاد. الحجوري مبتدع بدعه أهل العلم وانتهينا، امضي في طريقك يا أخي، رجل بدعه أهل العلم وبينوا ضلاله، ليش تنشغل به؟ فحاله كحال من سبق، وهي سلسلة لا تنقطع من أهل البدع والأهواء. فطالب العلم يمضي في دعوته ويمضي في طلبه للعلم، ولا ينشغل بهذه التي تشغله وتعرقل طريقه. صلى الله عز وجل للجميع الهداية والثبات، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال شيخ، تفضل. يقول السائل: لقد سمعنا مؤخرا كلام الشيخ الوصابي وكلام الشيخ البرعي حفظهم الله في الشيخ يحيى الحجوري هداه الله، وهو لله الحمد كلام شافي وكافي، لكن البعض يلبس فيقول كلام الشيخ الوصابي ليس بجرح مفسر لأنه لم يذكر أخطاء يحيى الحجوري،
وأنه متوقف كما أن الشيخ ربيع متوقف، ويستدل آخرون بمكالمة الشيخ ربيع للشيخ يحيى أيام الحصار على الدماش لأن هذه تزكية للشيخ يحيى، فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام؟ وهل صحيح أن الشيخ ربيع متوقف في حال يحيى الحجوري هداه الله؟ أفيدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيحيى الحجوري رجل أول ما وصل إلى مكان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى ابتدأ بطلبة العلم من تلامذة شيخنا رحمه الله، فجعل يتكلم وكان الناس يحسنون به الظن. فلما أراد فضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبد الرحمن العدني أن يفتح دارا دار حديث، واجتمع عليه طلبة العلم من داخل دار الحديث في دماج وخارجها لعلمهم بما عنده من الخير وحسن الخلق، هنا صارت سائرة الحجوري، فبدأ يتكلم في العدني كلاما في غير موطنه، ومن ثم تجرأ فتكلم في كل من لم يوافق على تحذيبه، حيث أنه حذبه بغير برهان ولا دليل. واجتمع علماء اليمن أكثر من مرة وأبانوا أن هذه الفتنة استعلها الحجري على غير وجه الصواب، وإنما قامت على المغالبة. ثم على إثر ذلك أخرج العلامة فضيلة الشيخ شيخنا ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله بيانا، وبين فيه أن هذه أغراض شخصية لا يبنى عليها معرفة بدعة تبديع ولا تفسيق. ثم استمر الحجوري فطعن في كل من لم يوافقه تصريحا وتلميحا، فبدأ بعلماء اليمن وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهكذا بقية علماء اليمن من تلامذة شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، وهكذا من بعدهم من طلبة العلم الذين لم يوافقوهم فتكلموا فيهم بالكذب والبهتان والمجازفة والظلم والخيان، والسبب كله أنه لم يوافقوا الحجوري على قوله الباطل الذي لا يوافقه واقع ولا برهان. ثم بعد ذلك تكلم الشيخ ربيع والشيخ محمد بن هادي، وكذلك قبل ذلك أيضا تكلم الشيخ عبيد، تحذر الشيخ عبيد منه، وكذلك الشيخ ربيع تكلم فيه لأنه حدادي، وقد التفيت بالشيخ ربيع مرتين، المرة الأولى وأنا في دار الدماج قال لي الحجوري عنده غلو وحوله حدادية، وقد قلت له ها هنا عندك غلو، وأيضا قال فصلت له ساعتين وهو رجل متحجر، وتكلم فيه كلاما كثيرا. ثم حجيت في عام آخر فكذلك أو اعتمرت التقيت بالشيخ فتكلم معي في مجلسه من أوله إلى آخره يحيى الحجوري، وكان من ضمن كلامي أن قال قد نقل عني أنه حدادي ونشرت على الإنترنت على الشبكة وهي كذلك موجودة، فهو حدادي يحمل خطرا كبيرا على الدعوة السلفية. هذا كلام الشيخ ربيع. ولما رجعت إليه من أجل الإجازة قال لي حين أخذت الإجازة ومضيت تعاني، ثم قال ردوا على الحجوري وبينوا حاله للمسلمين لا تسكتوا عنه. هذا كان من آخر الأمور. أما الشيخ محمد بن هادي فقد تكلم فيه كلاما كثيرا وعلى منهجيته في الشيخ، وكذلك الشيخ عبيد، وكذلك أيضا الشيخ البخاري وغيره من العلم. أما علماء اليمن فقد أجمعوا على خطأه فيما تتضمنه بياناتهم الخارجة وتنبيهاتهم في دروسهم ومحاضراتهم وخلال دعوتهم. ثم بعد ذلك حصل حصار دماج، ودماج دار لشيخنا مقبل وبها طلبة علم، منهم من ليس على من هو الحجر عليه
عندما تكلمت مع شيخ محمد بن هادي قال لي ليست دمات كلها حجورية، ليست دمات كلها حجورية، في إخواننا من أهل السنة وفيها من أهل البلاد إلى آخر الكلام. ثم استمر الحجوري على غيه وطعنه بالعلماء بغير حق وتكلموا فيهم، فبدعه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبان ذلك بأنه يشير على منهجية ليست هي منهجية السلف في سيره، حيث أن أي أمر يعني أي شخص خالفه استعد له الطعن، وتكلموا فيه بما ليس بما لا يوافق حاله وبما هو بعيد عنه، والسبب كله أنه من وافقه، ومن وافقه على قوله تبيله وزكاه ورفع من أمره وجعله كذا وكذا، وأنتم تعلمون أن هذا من صفات الحسادية. ثم بعد ذلك بعد هذه الفترة كلها 7 سنوات تكلم الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنه مبتدع، وإطلاق البدعة هذا بيان أنه معنى خالف الشرع، قال واضح في سيره ونهجه، يعني يكون واضحا في سيره ونهجه. وتبعه كذلك بالتبديع الشيخ عبيد الجابري، وأخبرت والله أعلم أن الشيخ محمد بن هادي المدخلي سئل عن ذلك فقال يستفيد الحجوري أو كلمة نحو هذه، إنما بلغني بلاغا والله أعلم بالنسبة للشيخ محمد بن هادي. وكلام العلماء، ولذلك العلماء إلى الآن لم يدافع عن الحجوري شخص واحد منهم ولا لبنت شبه، إنما يدافع عنه مجموعة من طلبة العلم الذين استغواهم بطريقته، ولعل الله أن يهديهم وأن يوفقهم لمعرفة الحق والصواب في فتنته التي استعلها وبثها بين أوساط طلبة العلم وأهل السنة والله المستعان. فكلام العلماء ممكن أن تراجع الطعن فيه وبيان حاله في ملازم وكتب قد نشرت بتقديم الشيخ عبيد وغيره من أهل العلم، لك أن تراجع ذلك وتتبينه. والرجل يسير على منهج ليس هو منهج السلف وليس هو منهجية العلماء الذين عرفناهم كشيخنا مقبل رحمه الله، والشيخ ربيع والشيخ العباد والشيخ الفوزان والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، فيرى نفسه مقدسا، وإذا رأى شخصا انتقده اتخذه عدوا أو نصحه أخذ منه موقفا، وهكذا على طريقة ليست طريقة السلف رحمهم الله وغفر لهم. وأدى به الأمر إلى هذا الحال الذي الآن صرتم تسألون عنه، فلو كان على هدى استقامة وصلاح ما احتاج الأمر إلى هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي نفس الوقت إذ نحرر هذه الألفاظ، والله إنا لنحب له أن يتراجع عما هو فيه من التجرؤ، وأن يتراجع عما وقع فيه من إخراج طلبة العلم والعلماء دعاة الناصحين من السنة إلى البدعة بغير حق ولا بطان، ننصح بذلك، فإن أهل السنة يحرصون على العام العاصي الشارع فضلا عن رجل قد صار له دعوة وصار هناك من يتأثر به، فهم أحرص عليه من غيره، ولذلك صبروا عليه السنوات. وأنا أقول أسأل الله أن يوفقه للرجوع وللتوبة من الجسد في إخوانه، هذا هو خير له إن كان يعلم، والله ولي التوفيق والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك على هذا التفصيل شيخ، ونسأل الله أن يعصمنا من الفتن. هل نقوم بنشر هذا ما قلته يا شيخ؟ لا مانع من ذلك، بارك الله فيكم. فيك بارك الله. السلام عليكم. السلام. نكتفي بالسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم بتدريس كتاب اللامية لشيخ الإسلام بشرح يحيى الحجوري، وما هو الشرح الذي ينصحون به وجزاكم الله خيرا؟ نعم، وما هو الشرح الذي ينصحون به العلماء أو تنصحون؟ ينصحون عندي وجزاكم الله خيرا. لا، ما ننصح بأي شيء لكتابات أو يعني دروس يحيى الحجوري، رجل هالك كذاب صاحب بدع مبتدع حذر منه العلماء، فلا ننصح. أنا قرأت كثيرا من كتبه، والله والله فيها بدع وفيها مخالفات وفيها طعن في الصحابة. كنا نتكلم عن عثمان، الحجوري رمى عثمان بالبدعة، وأنه أتى ببدعة الأذان، وبدعة الأذان أم البدع،
وأن كل البدع التي جاءت بعد ذلك أي في الجمعة وفي أحكام الجمعة إنما هي بنيات لهذه البدعة الأم الذي أتى بها عثمان. ويأتي ويحتج على عثمان بأقوال والله لا حجة فيها لا من قريب ولا من بعيد، ويبتر الكلام ويخون، بتر كلام شيخ الإسلام بترا قبيحا حتى لا يظهر للناس أن سنة الخلفاء الراشدين تكون كسنة النبي عليه السلام من حيث القبول ووجوب الأخذ بها، بتر الكلام. ومذكور هذا كله وقد رددت عليه لله الحمد في ردين أو في جزئين البيان الفوري، فالرجل لا يستفاد منه، حذر منه العلماء، والحمد لله كان السبق لشيخنا الشيخ عبيد في التحذير منه في تبديعه. وعنده طعن في الصحابة، يعني الصحابة منهم من وقع في الإرجاء، الصحابة عصوا الله عز وجل في بدر معصيتين وهذا بصوته، وكذلك قوله عن قابيل أنه كافر مرتد، كذلك قوله إن النبي عليه السلام يخطئ في وسائل الدعوة سواء كان الخطأ قديم أو جديد، هل تاب منه؟ هل رجع؟ هل استغفر؟ ولله الحمد والله الذي لا إله غيره، من بعد سقوط أبي الحسن ومن بعد فتنة أبي الحسن ونحن نرى تغير هذا الرجل وانحرافه، نرى تغيره وانحرافه، وهو يزعم أنه على طريقة الشيخ مقبل وأنا على الكرسي، وهذا الكرسي لا يجلس عليه إلا الأبطال، الشيخ مقبل بطل وأنا بطل فمها، هكذا يقول بصوته، هذا الكرسي لا يجلس عليه الأبطال، الشيخ مقبل بطل، يعني وأنا إيش بطل، هذا بصوته نقول نعم الشيخ مقبل إمام وبطل، وهذا الذي نقوله منذ أن عرفنا دعوة الشيخ مقبل، وما نحن في اليمن إلا ثمرة من ثمرات دعوة هذا الإمام الشيخ مقبل رحمه الله، ولا ينكر ذلك إلا جاهل. والكمال لله، الشيخ يخطئ كما يخطئ العلماء ويصيب، وإصابته نجد ثمرتها الآن في اليمن بل والله في العالم، أما أنت دمرت طريقة الشيخ وإنما توالي وتعادي في نفسك، وهذا لمن قرأ شيئا من كتبه فقط شيء يسير أو سمع أشرطته، العداء والولاء في نفسه. يعني لما جاء لكتاب الإبانة محمد الشيخ محمد الإمام يقول هذا الكتاب فيه بدع أبي الحسن وبدع المغراوي وبدع عرعور وبدع صلاح الصاوي، طيب هذا كله والشيخ محمد الإمام ما زال سلفيا عندك؟ ما تجد تبديعا ولا طعنا فيه، لماذا؟ لأنه ما طعن فيه الشيخ محمد، صابر عليه ونصبر عليه، نرى أن نصبر عليه. الشيخ عبيد قال سفيه فاحش القول لا تدرسوا اخرجوا من دمي، عبيد الجابري فسود عجوز أو قوله قول فسود عجوز وأعمى البصر والبصيرة ونخشى عليه من الكفر والمروق من الدين، هذا بصوته لأنه جرح هذا الإمام العظيم الحجوري الذي لا نظير له. فالرجل يوالي ويعادي، والحمد لله هذه الأيام قد كفانا الشيخ محمد المصالح، يعني تخصص هذه الأيام جزاها الله خير يشكر على هذا، وإن كان بعضهم يقول الشيخ تأخر، هذه نظرة الشيخ، هذه نظرة الشيخ، رأى الحكمة ورأى المصلحة، قد يكون هناك شيء خفي لا نعرفه، فالشيخ بين والآن يبين وما زال يبين. ضلال الحجور من شك فيه يعني قد يكون جاهلا ما يقرأ شيء في الكتاب، لكن والله من قرأ، أنا حقيقة يعني أقولها صريحة قرأت كتب الرجل وعندي والله أخطاء إلى الآن ما أخرجتها إلى الآن، قرأت كتبه بل تستطيع تقول حجت كل الكتب، بعضها جاءت لي وبعضها يعني وجدتها وبعضها اشتريتها، فيها بدع كثيرة وفيها جهل وفيها مخالفات. المحدث العلامة لما يأتي للحديث أخرجه عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، شوفوا على محدث، هذا محدث خطير، أخرجه ابن كثير، أخرجه العجلوني، وين أنت درست يا محدث؟ الشيخ مقبل ما كان على هذه الطريقة، هذا المحدث الذي كان حقيقة المحدث، اقرأوا كتب الشيخ مقبل في الحديث واقرأوا كتب هذا الجاهل، فرق شاسع وبون واسع بين هذا الذي جعل الله عز وجل قبولا كتبه وبين هذا المتطاول السفيه الذي والله ما سلم منه أصحاب النبي عليه السلام. المجمل والمفصل من القواعد العظيمة التي خلط فيها أبو الحسن، والله والله إن كلام الحجور أقبح وأشد من كلام أبي الحسن. يقول الحجور كما في الكنز الثمين، وقد ذكرت هذا في البيان الفوري، يقرر أنه إذا أخطأ في العقيدة وخالف المنهج الحق الصحيح، قال تأخذ كلامه هذا وتوجهه إلى الكلام الصحيح، هذا هو عين الكلام الباطل الذي انتقده العلماء، لأن العالم إذا أخطأ الخطأ حتى
حتى لو كان من أهل السنة الخطأ خطأ لا يقال يوجه أبدا والصواب صواب. فجاء بكلام أقبح وأسوأ وقرر ولا زال يزافعون عنه إلى اليوم في هذه القاعدة. أما الغلو الذي قيل على رأسه فحدث ولا حرج, ولا حرج. إمام الثقلين ولو ذوبوه لذاب لحمه سنة. والذي يقول يعني سأمسحن عليك طول الدهر وإلى يوم القيامة أنا سأمسحن عليك, والذي يشبه أبا بكر بأبي بكر وعمر وعثمان وفضائل لا أستطيع إحصائها, وضلال وضلال وضلال. لا يقول قائل أن الشاعر تاب, ما يكفي هذا, نحن نريد إمام الثقلين يتوب. هو يأتي يتكلم يقول نعم هذا باطل قيل على رأسي وأنا سمعته, أنا أتوب إلى الله من ذلك. يتوب بالشعراء فعد الشعراء إلى أبواب التوبة وخلاص تابوا. وينك أنت؟ هذا الشاعر جاهل أعمى, من هو هذا الشاعر؟ ما ندري من هو, جاهل يمكن جاء أمس لدماج قام ينفخ فيك وأنت تسمع. جزاك الله خير, جزاك الله خير, تشكر على هذا. أنت الذي شيخهم تعلمهم العقيدة, لماذا لا تقول له يعني هذا باطل يا بني؟ لا تقول هذا الكلام. كيف تقول إمام الثقلين قيلت على رأسك؟ كيف تقول لو ذوبوه لذاب لحمه سنة ولصار آيات الكتاب الباقي؟ وأشعار وأشعار كلها مقيدة موجودة. ولهذا أنا قلت الذي لا يعرف ضلال هذا الرجل في الغالب يكون ما قرأ, جاهل بعيد. دماج 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 ضيعها الحجور, يعني ما هي مقدسة, ضيعها الحجور. أخرج لنا نشأ حدادي ضالا لا يعرف إلا الحجور. والله والله لو تأتي علماء الدنيا كلهم يتساقطون ما يبقى أحد ما دام أن الحجور يحذر منهم. ودعا إلى المفاصلة ودعا إلى السب والطعن وإسقاط العلماء حتى وصل إلى الشيخ ربيع وأخرج شريطه النصر الربيع في الشيخ ربيع الذي فيه طعن وسب, وقصيدة تقال على رأسه في الشيخ ربيع فيها كذلك أن الشيخ ربيع أزهاره ذبلت وأنه كبير في السن وأنه يغتر بالكثرة, وهذا بصوته وعلى رأسه. ثم يصورون أن دماج لو خذلت فإن دين الله في الأرض قد خذل, هكذا بصوت الشاعر وعلى رأسه يقول إذا خذل الدماج دين الله في الأرض خلاص ضاع خذل. ما هذا الكلام؟ أين درس العقيدة؟ أين درس السنة؟ هذه هي طريقة الشيخ مقبل؟ حاش الشيخ مقبل, والله ما هي طريقته ولا منهجه. هذه طريقة هذا الضال الحدادي يحيى الحجوري, يربي النشع على الولاء والبراء فيه, والذي يخالفه له الإهانة والطرد. سليم الهلالي رجل ضال, والله والله ضرب المشايخ السلفيين وآهانهم, ولما كان يذكر الشيخ مقبل في بعض كتبه يقول الأخ مقبل. أنا وقفت عليه الأخ مقبل, مات الشيخ مقبل وهو لا زار دماج ولا عرف مقبل, أنا أخ مقبل, منه مقبل هذا؟ الآن جاء إلى دماج يزورها. يا الله إيش اللي جابك الآن؟ لأنه سقط, حذر منه العلماء, حذر من الشيخ ربيع والشيخ محمد والعلماء سقط, وأثبتوا سرقات كثيرة جدا له في كتاباته. فلما سقط نظر في العالم ما في أحد حوله, نظر إلى دماج والله كتلة بشرية يقول هناك في آلاف, خلونا نروح. وهذا إمام ثقلين يعني يحب المدح والثناء, سنقول له أنت إمام ثقلين أو نقول له أنت والله شيخ فاضل محدث. صار سليم الهلالي سلفي ويثنى عليه في دماج. ليش؟ لأن الولاء والبراء مربوط بالحجوري, من زاره وأثنى عليه سلفي. يعني لو جاء عمر خالد يمكن ومن الزنداني وقال له والله زي مثل ما قال على عبد الرحمن العدني اعتذر وانتهت الفتنة, قالها ولا ما قالها؟ قالها بصوته تسلية لنفوسنا. قالوا المشايخ جلسوا مع الشيخ عبد الرحمن ما وجدوا عنده شيء, أخطأ تصدر من أي عالم من أي شيخ من أي طالب علم, مع ذلك قال أنا أتراجع. قال جزاهم الله خير يشكرون على جلوسه مع الشيخ عبد الرحمن مع عبد الرحمن العدني. بقي أمر أخير ما هو؟ يعتذر لنا. طيب عبد الرحمن معتذر حزبي, وصار حزبيا لأنه لم يعتذر لإمام الثقلين اليمني. يعني الآن أنت كنت تقول بالأمس حزبي وطردت الناس وفعلت وأقمت الدنيا لأنه حزبي, فلما بقي الاعتذار كيف رجع سلبي؟ كيف صار سلبي؟ بقي الاعتذار يعتذر لنا, لماذا؟ قال تسلية لنفوسنا والطلاب, يعني فعل قلقلة يعتذر من هذه القلقلة وخلاص انتهينا صار سلبي. إذن إيش ماذا يدل هذا؟ أن الأمر مربوط به, الولاء والبراء معلق بالرجل. وهذا الذي جعل الشيخ المصابي في رحلته الأخيرة يكثر من الكلام حول مسلك الحجوري, ركز على المسلك, مع أنه في أخطاء أخرى في العقيدة في سب الصحابة
في قضية القول بقول الأشاعرة لخبطة تدل على جهله لما شرح السفارينية وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، هذا قول الأشاعرة قرره بجهله يخبط يقرر هنا ويأتي بدلة الأشاعرة، ولم يقل كما قال أئمة الدعوة الذين شرحوا هذا هذه يعني شرحها كثير من أئمة الدعوة، أول ما يقول لهذا البيت يقولون هذه عقيدة الأشاعرة، هو يأتي ويقرر. طيب يا أخي اعترف عنك جاهل، اعترف قل أنا ما فهمت والله، هذا يرفعك عند الله. لكن إنكار إنكار، أعطوني خطأ واحد اعترف به الحجوري أو الحجورية، خطأ واحد أو خطأ يعني ذكره العلماء أو ذكره طلبة العلم وتاب منه الحجوري قال أنا أتوب إلى الله، هذا خطأ واضح ظاهر ما تجد لف ودوران. حتى بعض أتباعه لما جاء يرد على السلفيين في كتاب الخيانة الدعوية، هذا الجهول الظلوم عبد الحميد يقول يعني شبه السلفيين بفرعون وأنهم تبعوا فرعون وهامان هكذا على طريقة فرعون وهامان وأبي بن خلف وفلان وفلان، ثم يقول وقال الجاحظ رحمه الله في تعريف الخيانة. شوفوا الجاهل الأعمى، لما انتقدنا هذا الخطأ وبيناه قال في المحاضرة في حضرموت اجتمعوا المشايخ في جدة وفلان، طبعا ما يقول المشايخ يقصد المشايخ للسنة بس ما سماهم، قال وخامسهم الشيطان يعني الشيخ عبد الرحمن مرعي، خامسهم الشيطان. ثم تكلم فجاء إلى هذه المسألة ثم انتقد عليه في أحد قال ها نعم أنا يعني قلت هذا الكلام أنا أتوب إلى الله، بس هم يتوبوا من الله ولا ما يتوبوا من الله؟ خليهم يتوبوا إلى الله. شوف حتى توبتهم يقول لا أول هم كمان يتوبوا، يلا أنا بأتوب الآن هم يتوبوا. ما هذا؟ أنتم تلعبون أو ماذا؟ يعني ما في أحد يعرف الخطأ ويدرك أنه خطأ ويتوب منه ويستغفر أنا أخطأت ويشكر هذا الذي انتقدني وأنا، فيأتي ويسب المنتقد ويهينه ويسقطه ويحقر من شأنه ومع ذلك لا يتوب. ولما جاء إلى هذه النقطتين لما ذكرها في الكتاب هذا الأعمى ذكر هذا المدح إمام الثقلين اليمني ولو ذوبوه في كتابه الخيانة الدعوية وبتقديم الحجوري طالبناهم بالتوبة، الحجوري يتوب وعبد الحميد يتوب والشعراء يتوبون، جابوا الشعراء قال لهم توبوا كتبوا والله الشعراء تابوا، قال وين توبتكم أنتم؟ فلما زاد الضغط عليه وأتباعه حدادية مثلهم كان بعضهم ينتقد لأن عبد الحميد هذا فرع الأصل ويحيى جاء بالتوبة على هذه الطريقة يقول طيب هم يتوبون ونحن سنتوب أو أنا أتوب من هذا لكن ليش هم يتوبون؟ ما هذا الكلام؟ ما هذا الضياع؟ ولما جاءت حرب الرافضة فضحوا وازدادوا فضيحة، الطلوع في القنوات والاتصال بالقنوات الحزبية والأرقام في البنوك وضعوا هنا الأموال، أمس كنتم تنتقدون هذه وبقوة وبدعتم عبيدا الجابري لأنه قال أنا يعني إذا طلعت في بعض القنوات سأشترط شروط، هم بدون شروط طلعوا على طول والكلام والاتصالات من هذا وهذا ووضع الأرقام التي في البنوك التي كانوا بالأمس يقولون هذه حزبية هذا هو طريقة الإخوان المسلمين والمدح لبعض الحزبيين وزيارة بعض الحزبيين زاروهم في مكة وفي الرياض. على كل حال هذا ليس كلامي، العلماء قد حذروا وبينوا، نعم كتبنا بينا قدم لنا العلماء قرأ ذلك العلماء جزاهم الله خير، وما أخرجت البيان الفوري إلا والله بعدما قرأه العلماء وما طلبت من أحد أن يقدم. الشيخ عبيد جزاه الله خير هو الذي وهذا شرف نتشرف به قال أنا أقدم لك هذا، قلت له تشكر على هذا فقدم للجزء الأول، أما الجزء الثاني يعني أخرجته وكان الكلام حول حدادية الرجل وحول مسلكه، فإن تاب فحيها لا يتوب من هذه الأصول والبلايا والظلم الذي حصل على أهل السنة، فإن تاب فلا شك ولا ريب أن هذا هو المطلوب، وإلا فهذا حاله لا يستفاد من كتبه ولا من أشرطته حتى يتوب إلى الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. يقول طالب علم يريد طلب العلم عند الحجوري ويسأل هل يجوز ذلك وهل أحد من العلماء حذر من الدراسة عنده؟ إيش تدرس عنده؟ تدرس عنده سب العلماء؟ هو يسب العلماء ويحتقرهم ويسقطهم وغير سب الصحابة وغير الأصول الفاسدة التي عنده لا تدرس عنده. وأما هل العلماء حذروا منه؟ نعم حذر منه العلماء،
حذر منه الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري، وحذر من الدراسة عنده، حذر منه الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي، وحذر من الدراسة عنده ووصفه بالبدعة وأنه مبتدع، حذر منه الشيخ محمد بن هادي المدخلي وقال لا تدرسوا عنده سيعلمكم السب والشتم، وكذلك حذر منه الشيخ عبد الله البخاري وقال مبتدع قد سمعته، وهناك شريط بصوته يحذر منه أنه حدادي، حذر منه يعني مشايخ اليمن هنا الشيخ عبد الرحمن العدني حذر منه وكتب كتابا في ذلك، عشرات من مشايخ اليمن في عدن الشيخ علي الحذيفي والشيخ عبد الغفور والشيخ ياسين العدني كلهم في مساجدهم وفي دروسهم يحذرون من هذا الرجل ومن ضلاله ومن بدعه، فإذا قرأت كتبه فيها بدع فيها ضلال والله، وعنده انحراف شديد وغلو في نفسه، تأتي الأشعار على رأسه بأنه إمام الثقلين وأنه لو ذوبوه لذاب لحمه سنة وأنه لا نظير له وأنه شابه الرسول في سماحته وشابه أبا بكر وعمر وعثمان وأنه يسمع كل هذا الغلو على رأسه ويفرح به وينتفخ لأنهم وجدوه أحمق يحب هذه الأشياء فنفخوا فيه، فلما جاء له الناصحون المنصفون دخلوا عليه قالوا له هذه أشعار فيها غلو كيف ترضى هذا على رأسك؟ قال أنا أصلا في ناس تكلموا علي فلما تأتي هذه الأشعار ترفع من شأني حتى لو فيها غلو حتى لو فيها باطل، أنت تستنكر الآن أن تدرس على كتب المذاهب لأنها مذهبية وفيها غلو وفيها تقليد، وأنت تعلم طلابك أن يتعصبوا لك أشد من تعصب الأحناف لأبي حنيفة لأنك أنت صرت إمام الثقلين، وهذا لا تجده ولا في كتاب كتب الفقه، أشد من تعصب للأحناف ذكروا شخصا قالوا مفتي الثقلين، جاء الحجوري وطم الأحناف وطم هؤلاء الغلاة كلهم فصار إماما للثقلين، هذا في كتاب ويقدم له الحجوري يقدم للكتاب وفيه إنه إيش إمام الثقلين الجن والإنس، إمامهم من؟ الحجوري. ولما رد المنصفون على هذه البدعة جاء الحجوريون من أبناء أخيه الصغار قالوا وماذا فيها إذا كان هو يستحق هذا الوصف؟ هذا فيها لا بأس، هذا موجود كتبوه ونشروه، وتدخل إلى كتاباتهم فيها ضلال وبدع وانحراف وسب العلماء وإسقاط المشايخ، كيف تدرس على هذا؟ هذا لا يدرس عليه أبدا. ثم هؤلاء هم العلماء، أنت سألت عن العلماء، نحن طلبة علم، نحن أخبرناك ماذا قال العلماء، هؤلاء المشايخ كلهم هم الذين حذروا من هذا الرجل. الشيخ الفوزان سئل عن بعض عبارات الحجوري، يا شيخ ماذا ما رأيك في من يقول أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في وسائل الدعوة؟ هذا كلام الحجوري بصوته، ويقول أيضا أن السنة معظمها وحي، السنة معظمها وحي، السنة كلها وحي، ويقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لا يقبل قوله إلا بدليل، حتى محمد عليه الصلاة والسلام لا يقبلون قوله إلا بدليل، وهذه في رسالة كتبها أحد الحجوريين وقدم له الحجوري، يقدم له بأن هذه رسالة طيبة وتنشر، قرأها وأذن بنشرها من؟ يحيى الحجوري، فيها يذكر حديث تأبير النخل ثم يقول هذا رسول الله، هذا رسول الله عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أرى أن هذا التأبير نافعا أو شيء من هذا، فقالوا له يا رسول الله فسد التمر، حصل أن التمر ذهب، فقال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم، أنا ما أعلم بهذه الأمور، هذه أمور دنيا، فقال الكاتب هذا رسول الله فمن دونه لا يقبل قوله إلا بدليل، يعني إذا ما قبلوا قول كلام الرسول هذا في أمور الدنيا يا أحمق. لهذا لما قرأت الكلام على الشيخ ربيع في بيته والله والله علق بخط يده وعندي بخط الشيخ يقول أيها الجاهل إن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها حق وكلها براهين، حتى تعرف ضلال هؤلاء. فقال الفوزان هذا كلام قبيح وسيء، ومرة أخرى قال هذا لا تدرسوا عليه بصوته، هذا لا تدرسوا عليه. والشيخ النجمي رحمه الله قبل موته أيضا سألوه عن بعض طامات هذا الرجل وبعض ضلاله، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، أو كما قال لما قالوا له هذا يحيى الحجوري، هذا كلام يحيى الحجوري، فقال إنا لله أو حسبنا الله ونعم الوكيل. ما هذا الضلال؟ ما هذه البدع؟
ولا نعرف له توبة من هذه الأمور. خلي توب، توب يا أخي، هذه الأشياء انتشرت عنك بصوتك وبكتاباتك، يأتي للصحابة ويضرب الصحابة، عثمان عنده بدعة، عثمان عنده بدعة، وينصر هذا القول بالكذب، والله كذاب. فقد أجمعت الأمة أن الخلفاء الراشدين لهم سنة متبعة يجب اتباعها، وأن أذان عثمان أجمعت الأمة على أنه أذان شرعي ومن السنة، وما خالف إلا الحجوري. ويصف عثمان بهذا، ويصف عثمان بأنه صاحب بدعة وأنه أتى بدعة أمه، ثم يقول إن بعض الصحابة شاركوا في قتل عثمان. أعوذ بالله من هذا الضلال. الصحابة يشاركون في قتل عثمان وهم مجمعون على فضله وعلى خلافته؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعثمان: إن الله ألبسك قميصا فلا تنزعه، فإن أرادك عليه المنافقون الذين أرادوا قتله فلا تنزعه فلا تنزعه. إذن الذين أرادوا أن يقتلوا عثمان أهل النفاق، أهل النفاق، وصفهم النبي عليه السلام بهذا الوصف. ثم تأتي أنت وتقول شارك الصحابة أو بعض الصحابة في قتل عثمان، جاهل. يدرس العقيدة هذا أولا، كيف تدرس عليه؟ خلي يدرس العقيدة أولا. ويأتي ويقول: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها؟ قال مثليها، هذه معصيتين عصوا الصحابة الله عز وجل في بدر مرتين. والله لو تقرأ هذا الكلام وأنت ما تعرف أنه يحيى الحجوري تقول هذا تفسير رافضي، هذا أكيد تفسير الرافضة، فين أتيت به؟ من القمي ولا أتيت به من الشيرازي؟ آية الله فلان، كأنه يعني كلام الرافضة نقله من كتبهم. يا أخي هذه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، المقصود أنكم في غزوة بدر، ماذا حصل منكم؟ قتلتم 70 من المشركين وأسرتم 70. في غزوة أحد حصل أنكم أصبتم مصيبة أيضا، ما هي؟ أنه قتل منكم 70 من أصحاب النبي عليه السلام. فالله يذكرهم بنعمة غزوة بدر: قد أصبتم مثليها، يعني في غزوة بدر قد فعلتم هذا الشيء أنكم أسرتم 70 وقتلتم 70، كما أنكم أصبتم في أحد فقتل منكم، قتل منكم 70. ما في معصية ولا معاصي ولا، فنسب معصيتين مثليها، قال معصيتين، جهل مركب، جهل مركب. ويأتي ويكفر قابيل، يقول كافر مرتد، وذهب يذهب يبحث يبحث، ابحثونا، يقول ابحثونا في كتب التفسير، شوفوا لو حصلتوا قول، حصلوا لهم قول عند الماوردي في نكت العيون، قالوا وجدنا سلف. سبحان الله، لما نتكلم في مسائل الدليل، العبرة بالدليل، والله ما بالينا بك يا فلان ولا من هو أرفع منك، ويضرب العلماء بهذا الموال، الدليل الدليل، ولما يأتي يخطئ يقول ابحثونا لو في قول، في قول فلان وجدنا قول عند فلان. هل هذه طريقة أهل الإنصاف والصدق؟ هذه طريقة أهل الكذب، هذه طريقة المراوغين الكذابين، ما هي طريقة أهل العلم التي يقف على الدليل أخذ به. أخطأ، قال أخطأت أخطأت. انظروا الشيخ عبيد انتقدت عليه مسائل، تراجع، قال أنا أخطأت في مسألة كعب بن مالك، قال أخطأت وأستغفر الله من ذلك، فرفع الله قدره. الشيخ ربيع مرة في عبارة زلت لسان ما قصدها أنزل بيانا، أنا أستغفر الله وأتوب إليه وأنا أكره هذا الكلام وأتبرأ منه. أنت بدع كبرى وبدع صغرى على رأسك وضلالات، ولا نجد منه تراجعا ولا توبة، والله كذبات نثبتها عليه بصوته، مثل كذبة الجامعة الإسلامية بصوته وهو يحرم الدراسة في الجامعة الإسلامية. فلما رد عليه الشيخ عبيد قال لا لا أنا ما قلت هذا، هذا كذب علي، كذب عليك هاني بن بريك والشيخ هاني وعرفات، لا تصدقهم كذابين. فلما جيء له بالصوت إذا به ينحرف ويقول أنت يا شيخ عبيد الآن يعني هل في الجامعة حزبيين ولا ما في حزبيين؟ لا يا شيخ عبيد في حزبيين، هل هذا موضوعنا؟ وهذا تحرير محل النزاع، ليس موضوعنا هذا، موضوعنا التحريم والحكم على الجامعة بأنها حزبية بحتة كما هي بصوته. طيب هذه الضلالات كلها وتريد أن تدرس عليه؟ لا يدرس على أمثال هؤلاء، نقول له تب إلى الله عز وجل. الشيخ كرسي الشيخ مقبل لا يقدس أحدا ولا دماك تقدس أحدا، الحق أحب إلينا والله. لما مات الشيخ مقبل وأوصى لهذا الرجل وهو لا يعلم للغيب بالغيب، أوصى الكرسي، أوصى لي الشيخ مقبل ويدندن أتباعه يدندنون، أوصى لنا بالكرسي. الشيخ مقبل أيضا أوصى لأبي الحسن وذكره في الوصية، وهذا يؤكد بشريته، هو بشر لا يعلم الغيب. مات الشيخ مقبل ضرب أهل السنة أبا الحسن وبينوا ضلاله، ما قالوا لا يا جماعة مذكور في الوصية، العبرة أليس بالدليل وأنتم تدندنون؟
لكن لما يأتي الخطأ عليهم يضيع هذا الحق، مما يدل على يعني خيانتهم وعلى عدم كذلك تجردهم للحق. إنما هو الهوى والله. فلا يعرفون إلا الحجوري ولا يمدحون إلا الحجوري. سقطت الأمة والعلماء وبقي الحجوري هو هو عندهم، أما نحن عندنا الحجوري سقط سقط والله، ولا قيمة له، وانتهت فتنته وتكلم فيه العلماء، حتى لو يقول امتلأ المسجد إلى آخر الدنيا، إلى وصلوا إلى صعدة، ما كثرة ما نغتر بها، ولا العبرة بالكثرة، العبرة بالاتباع بالسنة. علماء نصحوك وصبروا عليك، فإذا بك تنكل بهم وتطعن فيهم وتحرض السفهاء، والله سفهاء يحرضهم على العلماء، ردوا ردوا. لكن فضحه الله وخرجت هذه المذكرات، لهذا أنتم اقرأوا في مذكراتهم، ضعف شديد في الكتابة وكلام لا يجيدون إلا السب والشتم، فلان شيطان، فلان خنزب، فلان أقام الكفر، فلان أسقط الإسلام، فلان جاهل، فلان أعمى البصر والبصيرة، فلان فلان فسوة عجوز. خذ لك من هذه العبارات التي يعني والله نستحي أن نذكرها، لكن أنا مضطر أن أذكرها حتى تعرف ضلال هذا الرجل وتعرف البدع التي عنده، وأن العلماء ما تكلموا فيه إلا لهذا. الشيخ محمد بن هادي لما سئل قلت له إن الوصابي بدع الحجوري وقال عنه مبتدع، فقال الشيخ محمد بن هادي استحق الحجوري. وهم يعرفون الكذبة أن الشيخ ربيع ليس في صفهم، وقد قال عنه حدادي وقد سمعه الكثير وأنا سمعته، والشيخ محمد حذر منه. لما جاءت الحرب تعاطف الشيخ ربيع وكلنا تعاطفنا، لأنهم أهل سنة ونرى أن هذا جهادا شرعيا، ونرى أن القتال بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر، قاموا وتمسحوا بالشيخ ربيع. أنت بالأمس أيها الكذوب تطعن في الشيخ ربيع وتنزل شريطا أسميته النصح الرفيع في نصح الشيخ ربيع، ويطعن هذا الشاعر السفيه الذي قام على رأسك يطعن في الشيخ ربيع، وأن الشيخ ربيع يغتر بالكثرة، وأن الشيخ ربيع كذا وكذا بصوته، ويشكر هذا الشاعر على هذه القصيدة التي فيها سب للشيخ ربيع. طيب والآن يثني على الشيخ ربيع العلام، الآن هو الذي ينظر إلى الحجوري صار شيطان أخرس، ما عاد يقدر يتكلم، لا عاد يذكر لنا عمرو خالد ولا طارق سويدان ولا الإخوان المسلمين، أبدا ساكت. بالأمس أزعج الأمة، فلان حزبي، فلان لو رد على علي عصيدة في آخر الدنيا قال جيبوا علي عصيدة بنرد عليه الليلة، والآن ساكت. أي هذا؟ هذا أي منهج هذا؟ هذا هو منهج الصحابة ومنهج العلماء؟ هذا هو المنهج الحدادي، ولهذا أنشأ لنا نشأ حداديا في دماج، لا يعرفون العلماء ولا يحترمونهم ولا يوقرونهم. يذهب الشيخ فلان أو الشيخ فلان دعوة إلى منطقة، الشيخ علي الحذيفي قبل أيام ذهب إلى أحور يدعو الناس للتوحيد في أحور، صوفية وما صوفية، ندخل مسجد يجي اتباع الحجوري ويوزعون مذكرات على الشيخ علي الحذيفي، يا جماعة نحن نحارب الصوفية وأنتم تلاحقوننا، طيب إيش هذا؟ أي دين هذا؟ قال والله يوزعون المذكرات ويتكلمون هنا وهنا، ونحن والشباب يحاربون التصوف وبدع الصوفية، فتفرغوا لأهل السنة، ما عندهم لأهل السنة، يضربون فيهم ويطعنون فيهم. وبهذا القدر كفاية، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. يقول إخوة سلفيون يبيعون كتب الحجوري ويسمونه خليفة الشيخ مقبل رحمه الله، فهل يحق لهم ذلك حيث يقولون إن الحجورية لم يتكلم فيه العلماء الكبار؟ هذه الحجة التي يدلون بها في كل فتنة من الفتن، لم يتكلم فيه العلماء الكبار وقد تكلم فيه علماء كبار، فهم يريدون أن يتكلم جميع علماء البلاد وإن كانوا يتكلمون بهذا الكلام من طرف خفي. والجواب عن هذا أن يقال إن الكلام في المخالفين، والكلام في الجرح والتعديل عموما من فروض الكفاية التي إذا قام بها قوم أو عالم سقطت عن
الآخرين، هذا أمر. الأمر الثاني أن الواجب على المسلمين وخصوصا طلبة العلم أن يقبلوا الحجج والبراهين وأن لا يردوها بحجة أن هذا العالم أو أن هذا الشيخ أو أن طالب العلم الفلاني أو العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني ساكت أو لم يتكلم أو لم يقل كلمته. وما ينكر في هذا المقام أن الشيخ محمد بن عبد الله السبير رحمه الله وغفر له لما سئل عن كتابات سيد قطب أثنى على الشيخ ربيع وقال جزاه الله خيرا أسقط عنا واجبا وإلا أثمنا جميعا. كل بنفسه وعالم من كبار علماء هذه الدعوة في القديم، والعلماء متوافرون وله كلمته وصولته وجولته، وغيره من أهل العلم من إخوانه مثال شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي. أنا أضرب هذا المثال المثالين للظهور، وإلا فإني لا أنفي أن يكون قد تكلم غيرهم، ولست أريد أن أذكر هذا الآن. فإن العالم إذا تكلم في مقام الحجة وبين بالبراهين والحجج ما عند هذا المتكلم فيه من الضلال، فإنه يجب قبول قوله ويجب قبول حجته. هذا هو الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به ورسوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهوم المخالفة المجمع عليه على أنه إن جاءنا ثقة بنبأ وجب علينا أن نقبله ولا يجوز لنا أن نرده. فالذين يقولون بأنهم يضفون على هذا المسؤول عنه عن يحيى الحجوري لأنه خليفة الشيخ مقبل وما أشبه ذلك، نقول له بماذا خلفه؟ من عرف الشيخ مقبل رحمه الله تعالى وعرف دعوته وعرف رحمته بأهل السنة وعرف معاملته لأهل البدع لا يرى أن الحجوري خلفه في شيء إطلاقا، بل هو أبعد طلاب الشيخ مقبل عنه وعن دعوته ومنهجه ومسلكه وخلقه ودينه وقبوله للحق ورجوعه عنه ورجوعه إليه. معذرة، الشيخ مقبل يذكر أحد أعدائه وهو عبد المجيد الضيمي الهتاري في شريط له اسمه حوار هادئ قديم جدا سجل من في عام 1410 أو 11 12 سمعناه إذ ذاك يناقشه في قضية الجمعيات، ويعجب من الشيخ ومن رجوعه إلى الحق حتى أنه ذكر قصة شهدها بأنه قام طالب من الطلاب لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره وعارض الشيخ في مسألة فرجع الشيخ عنها أمام الطلاب، وهذا نحن شهدناه أيضا من الشيخ كثيرا. إن لم يرجع ورأى أنه لم يقتنع بهذا القول قال لك ما رأيت يا بني. هذا بمسائل عملية التي يلقبونها بالفرعية. كم من المسائل التي أرسلت إلى الحجوري وكتبت فيه وتكلم فيه بسببها من الموبقات المهلكات، من اتهام الصحابة بالمشاركة في قتل عثمان، هذه بائقة كبيرة جدا، ليس بالأمر الهين قتلوا عثمان، ينبني على ذلك أنهم خوارج، ينبني على ذلك أنهم خرجوا على ولي أمر. وقول بأن الصحابة يعني وقعوا في شبهة الإرجاء، وقوله بأن ابن آدم القاتل كافر ومرتد عن الإسلام، وقوله يعني أمور كثيرة جدا من الغلو والإجحاف في مخالفيه وفي خصومه والأشعار المبطلة، كيف يكون خليفة للشيخ رحمه الله؟ أخلاقه ومعاملته لأهل السنة والجماعة واحترامه للأكابر. هذا يقول في الشيخ عبيد بأنه يسير على طريق الردة والزندقة.
وبأن الشيخ الوصابي غلام عبد الرحمن وبأنه عسكري عبد الرحمن وبأنه ناهيك عن الشيخ ربيع ناهيك عن غيرهم من المشايخ محمد بن هادي الشيخ محمد بن هادي والشيخ عبد الله البخاري. فكيف يقال بأن هذا خليفة للشيخ مقبل رحمة الله عليه؟ يعني الشيخ مقبل كان من أحرص الناس على السنة وأهلها واجتماع كلمتهم وقيام دعوتهم، وهذا يردمها ويهدمها من كل حدب وصوب. الشيخ مقبل كان يجل العلماء وأئمة الدين، وهذا يقول خليفة للشيخ مقبل رحمة الله عليه. خليفة الشيخ مقبل يسمونه، سموهم ما شئتم. أين قالوا إمام الثقلين لو نوبوه لذاب لحمه سنة في الأشعار التي قيلت فيه، ولما توارى ركب يحيى مسافرا إلى الحج إلا واستغثت مناديا يا شيخ أدركني فإني من الجوى أكفكف دمعي من فراقك باكيا، إلى قوله بأن عثمان أتى بأم البدع التي هي الأذان الأول في الجمعة، إلى قوله بأن السنة معظمها وحي، وكم ستذكر وكتبت له في، إلى قوله بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ في وسائل الدعوة. هؤلاء يتسترون بالألقاب. قل لهم هذه الأقوال وهذه البوائق التي انتقدها العلماء على يحيى، أنتم تطالبون بما طالب به أصحاب أبي الحسن حتى يتكلم العالم الفلاني، وهذا استجراء واتباع لخطوات الشيطان. فإذا تكلم العالم الفلاني وقد أغرقوا في الثناء على هذا الشخص وعرف عندهم وأنهم منهم وهو منه، لم يقبلوا قول هذا العالم. علماء المدينة، علماء الصين، وعلماء الفلبين، وعلماء من هذا من كل بلد حتى يتكلموا مثل ما قالوا في فتنة أبي الحسن. الحجة بالحجة. الشيخ ربيع حفظه الله لما تكلم على أبي الحسن في أول شريط أخرجناه له وأنا الذي سجلته معه عبر الهاتف، يقول بعد هذه الحجج والأدلة والبراهين التي ذكرناها في أبي الحسن، والله لو جاء مثل الإمام أحمد يزكيه ما قبلنا منه. هذا مسجل بصوت الشيخ حفظه الله ورعاه، وموجود على بعض المواقع. فإن الحجة لابد أن تقبل، لابد وأن يدين المسلم بما أمر به. كيف ترد هذه الحجة؟ تغضب لهذا الشخص أو تريد أن يبقى معك على أي حال من هذه الأحوال؟ ثم تقول هذا خليفة الشيخ مقبل وماسك أكبر مركز في اليمن وما أشبه ذلك. طيب، واتهامة للصحابة بأنهم دخلوا في شبهة الإرجاء أو وقعوا في شبهة الإرجاء، وبأنهم شاركوا في قتل عثمان. هذه القضية لوحدها رأس في الضلالة. كيف يقول بأنهم شاركوا في قتل عثمان؟ من هم هؤلاء الصحابة؟ وهو مذبذب متناقض في هذا الباب فيما لا يحصيه إلا الله. وقد الحمد لله كتبنا مقالة في هذا، وهي موجودة أيضا على النت، مراحل الحجوري في وصف الصحابة بالمشاركة في قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ونسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال وأن يهدي الجميع، وأن ينبغي لإخواننا حفظهم الله أن يعلموا أن الله تبارك وتعالى حكم عدل جل في علاه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. كثير منهم يتكلمون في علي حسن عبد الحميد هذا الضال المنحرف، وربما لا يجدون في بعض المسائل لآل علي حسن من الأخطاء والضلالات ما يذكر في يحيى. فلماذا هذه التعمية؟ لماذا هذه المنازلة لمثل هذا المتهالك في الباطل؟ يتبجحون يقولون بأنه قد رجع عن قوله بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ في وسائل الدعوة. اقرأ المقال الذي تراجع فيه، يقول أنا تركتها لمصلحة الدعوة أو بهذا المعنى، فإن كان يرون أنها خطأ فأنا أرجع عنها. أين هذا؟ أين التوبة؟ أين الاستغفار؟ أين حرقة القلب؟ أين الندم؟ أسأل الله العافية والسلامة الاسترسال مع هذا ومع أقواله. الحقيقة أنه يخرج المرء إلى ما لا تحمد عقبه أحيانا. نعم.